الأهلي ينصب السيرك الإسماعيلي ويهزمه برباعية رائعة مع الرقفة. الأهداف لعلي معلول من ركلة جزاء، وهدفين للوافد الجديد بيرسي تاو، وهدف ولا أروع للوافد الجديد أيضا أحمد عبد القادر. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، مبروك جماهير نادي الأهلي، مبروك الأداء، مبروك 3 نقاط، مبروك حاجة كتير أوي النهاردة، مبروك الصفقات، مبروك فرقتين ما شاء الله الله أكبر، فرقة قاعدة بره وفرقة بتلعب جوه، مبروك الروح. صحيح. يعني مبروك عودة الأداء والفوز مع بعض في مباراة واحدة، ومباراة كبيرة ضد فريق كبير جدا. ف النهاردة يوم حلو. بنتمناه دايما، والناس كانت كلها منتظرة الحقيقة. خلاص يعني بداية دوري عام جديد، بداية طريق جديد، بداية أداء جديد. إحساس للعيبة كمان بمنافسة، منافسة في صالح الفريق. مظبوط. عندك اكتر من لاعب بينافس، اكتر من لاعب دلوقتي، وكلهم على مستوى واحد الحمد لله، كله في مصلحه النادي الاهلي، كله في مصلحه فريق الاهلي. صحيح. كله في مصلحه المجهود الكبير قوي اللي بيتبذل من المؤسسه كلها. فانا مبسوط النهارده وسعيد بهذه المباراه، واتمنى ان يكون هذا الشكل هو خلاص الشكل اللي هنمشي بيه، اذا كان في الدوري العام او في افريقيا او باسنادنا للعيبه بتاعتنا حتى في المنتخبات. صحيح. فالف مبروك على 4 اهداف ومليون سبب النهارده خلينا سعداء يعني. طبعا الحمد لله. كابتن علاء فوز مستحق، وبقالنا كتير ما شفناش اداء بالشكل ده والنتيجه رائعه بالشكل ده. دي حقيقه. 3 نقاط في بدايه الدوري مهمين جدا. نتيجه واداء، نتيجه صحيح. كبيره واداء مقنع كبدايه الدوري العام، اداء مقنع جدا. النهارده يوم الصفقات، النهارده يوم الصفقات كلها، ودي على فكره بتبقى ميزه كويسه جدا. صفقاتك كلها بتبدا حتتك، نجيب هدف دي في اول مباراه ليك بالنسبه لك بتفرق جامد جدا جدا. فالنهارده مبروك ال3 نقاط وبدايه الدوري ان شاء الله يعني مبشر للنادي الاهلي. ونتكلم بقى فنيا صحيح. مع بعض كابتن علاء. كابتن عادل الف مبروك. الاهلي يوجه انذار شديد اللهجه من البدايه. اكيد اكيد كده. انت عارف الناس بتعمل حسابك قوي وبتقول لك النادي الاهلي فايق، فبينزلوا خلاص يعني مش ياسين من المباراه، لكن اول ما بيلاقوا ان النادي الاهلي قوي في الملعب بتلاقيهم خلاص يعني ايه، حبوا يعدوا اليوم. وده اللي احنا كنا قلناه كتير حتى النهارده يا كابتن في المباراه. النادي الاهلي لما جاب الهدف الاولاني وجاب الهدف الثاني وجاب الهدف الثالث، ايه اللي حصل في الاخر؟ حصل ان نادي الاسماعيلي يأس، حتى وانت 10 الاهلي جاب هدف كمان. فده انذار شديد اللهجه فعلا. ولكن الحاجه اللي ساعدتني قوي الاهداف، بيرسي تاو النهارده بدايه جيده، وعبد القادر. انا يمكن من المباريات اللي قبل كده انا بقول عبد القادر مكسب كبير قوي. مروحه سموحه ادى ان هو عمل خبرات كويسه قوي، وهو اصلا لعيب متحرك ولعيب كويس قوي. واللي ساعدني اكتر كمان نزول عمار حمدي. عمار حمدي ساعدت بيه جدا. عمار حمدي لو جه ورجع واعتمدنا عليه هيبقى لعيب كبير قوي يا كابتن ايمن. صحيح. هينفعنا قوي، هينفعنا وهينفعنا في الناحيه الشمال، في الناحيه اليمين، في الديفندر. عمار حمدي من اللعيبه الجامدين قوي. فالنهارده النادي الاهلي فعلا زي ما الكابتن شريف قال في بدايه الكلام بتاعه، الصفقات مهمه جدا، الرجوع بتاع اللعيبه مهم جدا، المشروع الجيد اللي اتعمل، المشروع الجيد اللي اتعمل في من قبل النادي الاهلي ومن قبل اداره الكره من البدايه. موضوع الاعارات الهائله دي اثمرت على اللعيبه جامده قوي، اثمرت عن اكرم توفيق، اثمرت عن محمد شريف، اثمرت عن عبد القادر، اثمرت عن عمار حمدي. فانت بتتكلم في اداء متميز من القائمين على الكره في النادي الاهلي، المنظومه كلها يعني. يمكن المشروع ده يمكن كنت بشرف ان بدات مع اول سنه للاعارات والحاجات دي، فانا سعيد جدا بيهم، وسعيد جدا ان النهارده الصفقات اللي النادي الاهلي عملها نجحت. وللامام ان شاء الله، ويبقى عندك احسن هداف مصري معاك محمد شريف، هيبقى عندك هداف تاني بيرستاو، هيبقى عندك حسام حسن، عندك اكتر من لاعب جيد جدا. بس اتمنى ان عمار ياخد اكتر، ومحمد محمود كمان
في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. اربعه كابتن بلال الف مبروك، مباراه رائعه للنادي الاهلي وعلى مدار الشوطين يعني حتى بعد نقص العددي النادي الاهلي ما تاثرش بالعكس وصل تفوقه ووصل تهديف كمان. مبروك الاهلي، البدايه جيده يعني بدايه جيده وبدايه مختلفه. صحيح. الاهلي مختلف النهارده عن نهايه الموسم الماضي، عن ماتش السوبر، عن نهائي الكاس. الاهلي مختلف بكل المقاييس. الاهلي رجع الاهلي بتاع افريقيا، بتاع بطوله افريقيا. الرغبه موجوده، الحضور موجود جوه الملعب، الشخصيه موجوده جوه الملعب طول المباراه، وده شيء جيد. في بعض الاوقات بتفقد الكره، ودي كره القدم، ما بتلعبش لوحدك يعني. اكيد ان انت النهارده ما بتلعبش 11 بتوع الاهلي بس، ما بتعملش تقسيمه، وان كانت المباراه اتحولت للنادي الاهلي لتقسيمه في بعض الاوقات يعني بيعمل فيها كل اللي هو عايزه. انت في التقسيمه ساعات تبقى في عندك يعني تقسيمه، المدير الفني يقول لك فرقه ايجابي فرقه سلبي. النهارده الاهلي بيلعب ايجابي وبيلعب سلبي في نفس الوقت، يعني بيعمل كل اللي هو عايزه في الكوره. لعيبه النادي الاهلي تالقت. انا بشوف ان من ضمن الاسباب الجيده اللي خلت الاهلي كده النهارده روح المنافسه ما بين اللعيبه. مين هيلعب النهارده؟ مين هيكون له مكان اساسي جوه داخل النادي الاهلي؟ مين هيلعب في ال11 النهارده؟ في اكتر من لعيب يعني. بص اللعيبه اللي مين اللي نزل النهارده اللي اتغير. حسام حسن ده لعيب انت اشتريته برقم كبير على اساس انه ممكن يبقى اساسي في النادي الاهلي، كان النهارده كان احتياطي ونزل. النهارده احمد عبد القادر لعيب عنده امكانيات وقدرات اظهرها بشكل كبير جدا الموسم الماضي مع سموحه، ورجع لك تاني السنه دي وعنده الرغبه في انه يكون اساسي. لعيب امكانيات وقدرات عاليه جدا، تمام، وساهم مع سموحه انه يوصل لمركز ثالث الموسم الماضي. حسين الشحات لعيب اساسي بالنسبه لك. عمار حمدي لعيب كان متالق مع الاتحاد السكندري. محمد هاني هو لعيب في الاصل اساسي بالنسبه لك. فانا عايز اقول لك ان وكمان غير اللعيبه طبعا اللي نزلت وغير اللعيبه اللي مش موجوده في ال 18، انت بتتكلم في ان في منافسه هتكون شرسه السنه دي بلعيبه النادي الاهلي في مين يكون موجود في ال 18. صحيح. الفكره بالنسبه لي النهارده كمباراه، مباراه جيده بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه فيها كل شيء، عملت فيها كل حاجه، قدرت تكسب، قدرت تسيطر على المباراه، امتلكت زمام المباراه، كنت انت المحرك الرئيسي للماتش. انت امتى بتهدي الريتم وامتى بتسرع الريتم؟ امتى بتشتغل اندايركت اتاك وامتى بتشتغل دايركت اتاك؟ امتى بتشتغل مع الهجمه المرتده السريعه وامتى بتبني الهجمه؟ النهارده كان الاهلي بيشتغل في الحته دي بشكل جيد. ساعدوا الكلام ده اللعيبه نفسها ومدى قدرتهم على استيعابهم على التنظيم داخل الملعب طول الماتش. لعيبه يعني كل اللعيب واقف في مكانه بشكل جيد، كل اللعيب بيأدي الوظيفه بتاعته بشكل جيد جدا جدا جدا. النهارده علي معلول واكرم توفيق في اوقات كتيره جدا محافظين على مكانتهم الدفاعيه، وفي نفس الوقت بيعملوا بيساعدوا في الطريقه الهجوميه بشكل جيد. النهارده الاهلي بشكل عام منظم جدا 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 جدا، وكل لعيب حريص ان هو يأدي افضل شيء عنده. واضح ان مش عايز اقول في دش سخن، بس في محاضره كانت كبيره، محاضره يعني ممتعه من موسيماني للعيبه بتاعته. النهارده اللعيبه بتنفذ بشكل غير طبيعي، وكانك النهارده بتشتغل في الذكاء يعني. اللعيبه النهارده بتستخدم كل ذكاء داخل الملعب وبتادي بشكل جيد جدا جدا يعني. مبروك الاهلي البدايه. البدايه بالنسبه لي مش ماتش، البدايه بالنسبه لي يعني تعدي مرحله 6-7 ماتشات في الاول، تمام، كلهم مكسب وكلهم اداء، لان النهارده هتخوف الفرق منك زي ما اتكلمنا. الفرق بتخاف من النادي، ولازم تستغل البدايه ديت المباريات القادمه ان شاء الله. ده طبيعي 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 انك تستغل بدايتك الجيده مع فريق المفترض انه فريق كبير يعني. صحيح. احنا يعني نعهد الاسماعيلي ان هو فرقه كبيره، حصلت له ظروف كتيره جدا جدا، ولكن الاسماعيلي ما تنساش ان هو متعادل معاك الموسم الماضي، ومن اسباب فقدانك للدوري العام مباراه الاسماعيلي، مباراه التعادل بتاعت 1-1 اللي كانت اللي اتلعبت في اسكندريه. فالنهارده انت كسبت 4-0، فدي رساله لكل الفرق اللي قدامك ان الاهلي السنه دي هيقاتل من اجل بطوله الدوري. صحيح. كابتن شريف، يمكن كنا بنتكلم قبل المباراه وكنا بنتكلم على اتنين بالذات تميزوا وتألقوا في هذا اللقاء، اللي هو بيرسي تاو ولويس ميكسوني. لويس ميكسوني وبيرسي تاو باختلاف الأداء يعني. بالظبط. في لعيب فايتر وبيجري في كل حتة، عايز يساعد نص ملعب، عايز يملى الأجنحة، عايز يدي كل المجهود اللي عنده، باللي هو دايما احنا كان عندنا حاجة في الكورة أنت عارفها، نقول إيه؟ طول ما أنت بتجري في الملعب طول ما الكورة هتبقى في متناول رجليك وتقدر تنفذ اي حاجه. الراجل الثاني بيرتساو لعيب ذو مهارات، بيستخدم كل تحركاته ورؤيته للمرمى، لاحراز هدف، لترجمه اي هجمه وهي جايه من اي حد بيتحرك من نص الملعب رايح له، ان هو بيبقى فيه خطوره دايما، فكره دايما كده متعود ان المنطقه دي منطقه اهداف، منطقه خطوره دايما،
فالاداء بالنسبه لهم في واحد عنده سرعه وافساد هجمات على الخصم ويرجع يقدر يساعدك في نص الملعب، واللعيب الثاني لعيب يعني فايتر بيقدر يروح للجون ويقدر يخلص اي هجمه في متناول سرعته في متناول رجله اللي هو بيلعب بيها ناحيه الشمال، يقدر يخش ناحيه اليمين ويقدر يخش ناحيه الشمال. الاثنين انا فجاه لقيتهم بيلعبوا جنب بعض، يعني لا شفنا واحد ناحيه اليمين ولا شفنا واحد ناحيه الشمال، عندهم حريه في التحرر في الملعب كله. يمكن مستر موسيماني مديهم الحكايه دي او دي طبيعه لعبهم. الحقيقه النهارده كمان الفرقه كلها عندها حاله تركيز فوق العاده، يعني بيركزوا في كل باص، كل باص سليم، كل كره مع اي حد اتنين تلاته بيتحركوا له. يعني ما عنديش مشكله لما امسك الكره اديها لده ولا ده ولا ده. لو شفت الماتش وهو بينتهي النهارده ممكن ينتهي بجون واتنين وتلاته في تلات دقايق بزياده الاربع اهداف. اتنين تلاته رايحين على الجول بيدوا فرصه لكل واحد بيتحرك بالكره وهو رايح بيها على الجول انه يقدر يبصيله ناحيه اليمين او يرسله ناحيه الشمال. لو اتباصت الباصه صح بتترجم لهدف على طول. حسين الشحات عامل ولا اروع من باص لاحمد عبد القادر، تاني بيستلم بكل صرف فيها هدوء وبكل ذكاء وبكل فرديه، وهو مركز ازاي يجيب هدف، ازاي يتعامل في المنطقه دي وفي الوقت ده. انما كل اللعيبه الحقيقه النهارده حتى تعاملوا بعد الثلاث اهداف في الشوط الاولاني باحترافيه، صح ان هم يموتوا الكره كويس قوي. فاكر لما كنا بنكسب واحد يقول مش عيب لو كسبنا المباراه بواحد، ده النهارده برده مش عيب لما بقى كسبان ثلاثه وحافظ على الثلاثه وزود ومن غير ما يحصل لي اي اصابات او اي حاجه تانية. الحاجه الوحيده النهارده اللي هي مش مظبوطه كان عادل بيقول لي لازم يطلع ديانج دلوقتي. ايوه واخد انذار وملوش لازمه ان هو يبقى تحت ضغط. خلي بالك في الملعب دايما مستر موسيماني ما بيصبرش على اللي بياخد كارت اصفر. يمكن السنه اللي فاتت كان كابتن علامه يوم مش عارفين النهارده ليه صبر على ديانج. علامه يوم كان بيقول لك يعني كل واحد ياخد كارت اصفر موسيماني بيطلعه. النهارده صبر على ديانج. لا يعني عادل قاعد جنبي كل شويه يقول لي لازم يطلع ديانج لغايه ما طلع ديانج. يعني هو عادل قلت له انت عايزه يطلع عاديه وطلع لانه انا ديانج قوي وبيلعب لعب قوي فاهم، فممكن مره معرض انه يعني فاكتر واحد لازم يطلع يعني. مظبوط. فالحقيقه كل حاجه كانت موجوده بالنسبه للبدايه النهارده وبدايه الدوري اكتر ما احنا كنا نتخيل. صحيح كابتن علاء، يمكن من اسباب التفوق النهارده للنادي الاهلي على الاسماعيلي سيطرتك على وسط الملعب. يمكن لما كنا بنتكلم في بعض الاحيان انت كنت بتقول ايه، انا ما يهمنيش الطريقه انا يهمني التنفيذ جوه الملعب. انت النهارده طريقتك سمي البدايه خالص مش نص الملعب بس، بدايتك وشكلك بيديك سيطره على نص الملعب. انا بقول لك قلت لك النهارده بيلعب بثلاثه اربعه، وكل اللي انا بتكلم فيه ده النهارده وعاملين مستر موسيماني عامل حاجه حلوه قوي ان انت ضاغط الفرقه واخد الفرقه كلها لقدام. انت مش شغال ورا خالص النهارده. النهارده انت كل لعبك انت من بدايه السنتر عندك انت حمدي بدر يمين اشرف شمال ادي الثلاثه، وكل كل بعد كده كل فرقتك معديه نص الملعب بس معديه مش معديه بعدد وكل الاماكن انت محتلها زي ما بيقولوا. فعشان كده كل الهجمه اللي بتعملها يا اما بتعمل هجمه خطر حتى لو الكره الثانيه او ارتد عليك من الاسماعيلي، الاسماعيلي بيعمل لا باص اثنين بتقطع منه انك انت عامل زحمه في نص الملعب بس زحمه بذكاء كويس قوي وما عندكش اي خطوره من فريق الاسماعيلي. يعني النهارده فريق الاسماعيلي ايه خطورته شوطه في الشوط الاول من نجيب شكري خلاص على كده ادي خطوره نادي الاسماعيلي. غير كده الشوط الاول انا عاجبني جدا عكس الشوط الثاني. الشوط الاول اخطاء تقريبا مفيش اخطاء، متحكم في 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 في, في, في ادائك انت واداء الاسماعيلي. انا دايما بقول لك النادي الاهلي هو اللي دايما بيتحكم في ادائه. كابتن يعني كلام حضرتك واسباب تفوق الاهلي والارقام واضحه. يعني لو شفنا مع بعض على الشاشه الاهلي نسبه الاستحواذ 53% مقابل 47% الاسماعيلي. ده انا على فكره يعني انا فوجئت بكمان ان الاسماعيلي 47%. لا هو جاله اوقات كتيره بيستحوذ لكن استحواذ سلبي. انا سلبي بص يعني. بص ايمن معايا ثانيه واحده اتفضل. انا اول النسب دي اول حاجه حته الاستحواذ دي لا تعنيني بشيء. يعني استحواذ 53 نادي الاهلي استحواذ ايجابي مؤثر جدا. 47 دول زي ما كان بيتكلم بلال دلوقتي مثلا تلاقي نصهم استحواذ سلبي. بص التمريرات الصحيحه 417 من 503 في المقابل الاسماعيلي 341 من 412. نسبتك عاليه طبعا. تصويب على المرمى طبعا نسبه عاليه جدا للنادي الاهلي 12 منهم 5 على المرمى. نادي الاسماعيلي 1 من 4
الركنيات 7 للنادي الاهلي، 1 لنادي الاسماعيلي، حتى الارقام بتظهر تفوق الارقام الأهلي. دي بص يا ايمن، بغض النظر عن ارقام، انت متفوق في طول المباراه. كل حتى يعني لو واحد دخل اتفرج على المباراه مش هيلاحظ ان ديانج اتطرد. ايوه مظبوط خالص، مفيش اي تاثر، مفيش اي تاثر خالص. جبت رابع بعديه تقريبا، احمد عبد العال جاب الهدف يعني حتى من غير الهدف يا بلال، مفيش اي حاجه وضحت، مع ان واحد ما يعني لعيب كوره ناقص في مباراه دي بتفرق جامد جدا. مزبوط. انت لا، انت مش محسس ان اسماعيلي زياده واحد، مفيش اي تفوق لاسماعيلي خالص. يمكن ال 47 دي بس جت زي بلال بيقول ان بعد كمان الطرد هتلاقي نسبه عاليه قوي من استحواذ اسماعيلي، بس استحواذ سلبي ما فيهوش اي خطوره عليك. لكن الشوط الاول اتعمل حلو قوي، الشوط الثاني بعد نتيجه الشوط الاول، الشوط الثاني كنا كل واحد تخيل سيناريو ان اسماعيلي ممكن هيفتح الجيم ولا هيحافظ ولا هيقلق. الاسماعيلي ما عملش حاجه خالص، اسماعيلي نازل نفس الشوط الثاني هو نفس الشوط الاول بس موجود بعض التغييرات. انت لا، انت سيرت الشوط الثاني زي ما انت عايز، زي ما انت بشكلك بطريقه لعبك بهدوء من غير اي حاجه خالص. اديت اوقات كتير اول للتغييرات اللي حصلت، والتغييرات كلها مفيده جدا. شفت عمار، كنت عايز اشوف عمار قبل كده كمان، عمار لعيبه الكوره انا مقتنع بيهم جدا. نفس الكلام احمد عبد القادر، لعيب ممتاز خصوصا في الثلث الاخير، ولعيب هادي جدا وذكي جدا، وما عندوش رهبه ان هو لما ينفرد بمساك او بحارس المرمى يتصرف كويس جدا وبيتصرف بهدوء. فانت عندك كمان كم تغييرات كتير قوي، واي تغيير هتعمله هو تغيير مفيد. انا بتكلم كمان على الفريق اللي بادئ والاحتياطي غير اللي مش موجود خالص في الفرقه. انت بتتكلم في كم لعيبه ما شاء الله كلهم جاهزين وكلهم مؤثرين جدا وكلهم عايزين يلعبوا. فانت ما عندكش مشكله حضرتك تقعد تفكر كده النهارده انا عايز العب ايه، عايز العب بفلان وفلان وفلان، تلاقيهم جاهزين وعايزين يلعبوا. اتفضل. لا انا عجبني كمان الروح قوي، يعني في لقطه يمكن اتمنى ان نجيبها على الشاشه كمان شويه. شوف في اخر المباراه جول احمد عبد القادر الرابع، وشوف رد فعل اللعيبه اللي على الدكه اللي ما نزلش جول ملعب. كله فرحان وكله مبسوط، لان انت اصل اللي بيجيب الجول ده او الناس اللي بتلعب مش هي فرحانه بس، مش دول النادي الاهلي، لا النادي الاهلي كل الفريق ده اللي قاعد ده، وحتى اللي بره التشكيل خالص، هو ده دي اسمها كله فريق. فريق بيفرح في الفرحه، فريق بي 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 ما بيحصل حاجه يبقى كل الفريق متاثر. لما بيحصل حاجه ايمن انا بقولش مثلا ده فلان وفلان، لا فريق اسمه فريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي النهارده كسب 4، فريق النادي الاهلي النهارده هو اللي تعادل، فريق النادي الاهلي النهارده حصل مع اسمه فريق النادي الاهلي، اسمها روح الفريق. هو النادي الاهلي كده، دي حاجه ما حدش بيعلمها لحد على فكره، دي حاجه انت بتكتسبها او بتخش النادي الاهلي. موجود بقى في النادي الاهلي من الناشئين وطلعت او جاي من بره، دي اسمها روح النادي الاهلي، دي اسمها روح الفريق. عشان كده النادي الاهلي متفوق في حاجات كتير قوي. النادي الاهلي ما بيكسبش من فراغ، اسمه روح الفريق. هو ده الفريق اللي مثلا بيكسب كله فرحان، ما تلاقيش حد في النادي الاهلي بيحصل اي حاجه لا قدر الله وتلاقي لعيب فرحان خالص عشان ما لعبش مثلا، لا لا لا، الموضوع ده منتهي تماما. فريق النادي الاهلي هو بيكسب دايما كده في الافراح او بيحصل اي دروبات او اي حاجه، هو ده النادي الاهلي. لكن الشكل العام كله النهارده بدايه ممتازه للدوري، نتيجه عاليه جدا، اداء مقنع، اداء مقنع، بقالنا كتير ما شفناش الاداء، اداء مقنع جدا، ما فيش اي مشكله فيه. بغض النظر على الاسماعيلي، ممكن يبقى الفرقه اقل من الاسماعيلي بس انت اداءك مش حلو، لا انت النهارده اداءك متزن جدا. النهارده اللي مساعدك حاجه بسيطه جدا في كره القدم، انتشارك كويس قوي في الملعب، تنظيمك برافو عليك. النهارده انتشارك ممتاز هجوميا ودفاعيا، ودفاعيا اكتر عشان انت ما كنتش بتدافع، انت بالظبط عملت حاجه بتمنى تكون مقصوده. انت النهارده باعت فريق الاسماعيلي عن مرماك بعيد قوي، اللي احنا حاجه اللي دايما بنتكلم كلنا في الاستوديو ان ليها دافع من ورا، فانت الخطوات اللي بتدافعها من ورا من لا، طب انا ليه؟ انت بتقابل من قدام اللعيبه كلها وقافل المساحات، يعني انت كمان بتقابل الفريق الاسماعيلي من نص ملعبه وقافل المساحات كويس قوي، فانت الخطوره عشان توصل لعلي لطفي بتاخد وقت كبير قوي. بمناسبه كلامك كان في كذا كوره في الشوط الثاني بالذات باين فيها قوي لما انت فقدت الكوره ان اللعيبه ملتزمه بحاجه معينه وكله بيرجع دي حاجه ورا الكوره، دي صح، الكوره قدامه. ده مش الشوط الاول، مش الشوط الاول، هات اي كوره هتلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها ورا الكوره، مش ورا الكوره مجرد ورا الكوره، ورا كوره، وتحس ان كل خط غير التاني. صح. يعني بيقابل ثلاث مهاجمين، تلاقي بعد كده في 4 قافلين نص الملعب كويس جدا جدا جدا. عشان كده بقول لك النهارده ايمن خطوره على علي لطفي، كلها كور سهله جدا، كلها كور عاليه، كلها كور متشافه، حتى حته لما بتضغط بس بعيد عن علي لطفي مفيش فيها مشكله. صحيح.
كابتن عادل، لو اتكلمنا بقى عن الاداء الهجومي او اداء الخط الامامي، بالرغم من ان احنا ما كناش بنلعب براس حربه صريح، ولكن التفوق كان واضح جدا 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 من الخط الهجومي للنادي الاهلي على مدافعي نادي الاسماعيلي. عارف اللي مزودك مين يا كابتن؟ اكرم وعلي معلول. ازاي؟ انت لما كان حمدي فتحي بينزل كنا بنبقى ثلاثه فلات، وبعدين بنبقى اربعه في وسط الملعب بمعالي معلول واكرم، كانوا بيبداوا من نص الملعب كويس، والاثنين اللي حمدي حمدي كان ينزل لورا، وبعدين الاثنين اللي بيبقوا جنبهم مين؟ ديانج والسوليه، والثلاثه متفرغين للحته الهجوميه. فده اللي خلاك انك انت تبقى من البدايه، حتى الكلام اللي انت وكابتن علاء كنتوا بتتكلموا اللي هو الرجوع والارتداد اللي انت بتتكلم، لانه اصلا الرجوع كان بيبقى نص الملعب. عملنا حاجه النهارده كويسه مش بتتعمل الماتشات كلها، ويمكن ما كانش علينا خطوره، وايه هي؟ ان احنا ما عملناش العمق الدفاع الكبير. شويه بدر بنون بيعمله شويه، ولكن لما علي معلول طلع هو واكرم قدام شويه، اضطر بدر بنون واضطر ايمن يعمل ايه؟ يبقوا في على نفس الخط بتاعهم، فطلعوا نص الملعب. اللي حصل انك انت خنقت فرقه الاسماعيلي. الحاجه كمان المهمه اللي ادت انك انت تتفوق في الحته الهجوميه للنادي الاسماعيلي، الثلاثه لعيبه كوره كويسين، قفشه تاو وميكسون، الثلاثه بيعرفوا يلعبوا كوره، الثلاثه بيعرفوا يمسكوا الكوره تحت رجليهم. دي واحد. الحاجه الثانيه المهمه التغييرات اللي بينهم اللي هي اللامركزيه. ما هو يا كابتن، انت لما تيجي تلعب بدون فرود صريح يبقى لازم تبقى لامركزيه، زي ليفربول وزي كل الانديه اللي بتلعبها بالشكل ده. الحاجه الثانيه المهمه يا كابتن ايمن، مش ضروري المسمى، التواجد في الاماكن الصعبه اللي هي تكسبك، اللي هي تخليك تجيب. يعني مجدي قفشه احنا طول عمرنا بنقول عليه لما بيتطرف ناحيه اليمين ما بيبقاش انتاجه كويس، لكن كان بيروح امتى بقى ناحيه اليمين؟ بالكوره، لما يجي يستلم الكوره، لكن ما بيروحش بدري. يمكن اتكلم فيها الكابتن علاء والكابتن بلال والكابتن شريف، اتكلموا فيها ان هو لما بيطلع بدري بره ناحيه اليمين، واكتر من مباراه عملها ومع مدربين قبل موسيماني كمان، كانش بيبقى اداؤه كويس. لكن ان تايم، الطلعه امتى؟ حتى الجون اللي عمله بالعرض، حتى الكره اللي طلع كان في ميول شويه ناحيه اليمين. اللعيب الجديد بقى اللي هو تاو، اقدر اقول لك عليه لعيب مميز، هداف، بيعرف يجيب جون. انا شفته النهارده من نزوله نص الملعب، واللي سهل عليه شويه لعيبه الاسماعيلي، الدفاع الاسماعيلي كان هو اللي عامل العمق الكبير قوي، فهو اللي كان لما بينزل ما بيتمسكش، فبياخد الكره وبيروح الجون اللي جابه الثاني ليه، الاولاني ليه، لما راح وعدى وراح وشاط. في الاخر النادي الاهلي ادى انذار، زي ما اتكلمنا انذار قوي. الحته الهجوميه بتاعه لعيبه النادي الاهلي لو فضلوا على كده ان هم يحرزوا اول هجمه ليهم او الثانيه والثالثه، يعني النهارده اهدار الفرص، تقدروا تقولوا لي النادي الاهلي ضيع كام فرصه؟ لا، كان في استغلال جيد جدا النهارده للفرص. كابتن ما ضيعناش، يعني ما ضيعناش فرص سهله زي اللي كنا بنضيعها. مظبوط. مش اكتر من مره كنا بنضيع فرصه سهله. هي من ميزات مباراه النهارده زي ما حضراتكم قلتوا، ان انت لما جبت جول ما اكتفيتش بالجول. طبعا. انت عايز تجيب الثاني. طبعا. جبت الثاني، لا عايز تجيب الثالث. طبعا. الفكر ده خلي بالك السنه اللي فاتت ما كانش موجود في بعض المباريات. المهم يا كابتن، عارف ليه؟ النادي الاهلي اي فرقه بتلعبه بتعمل سيناريو اولاني، ادافع والعب على المرتده. لكن لما بيدخل فيها جون والثاني والثالث، عاوزين يعملوا سيناريو اخر ما بيقدروش على النادي الاهلي، ولو عملوه النادي الاهلي بيجيب فيهم اجوان كتير. ايوه. اهم بقى مكسب من المكسب النهارده، حاجه مهمه قوي من وجهه نظري، انك انت خلقت منافسه كبيره قوي بين اللعيبه وبعضها. بكل اللعيبه. برافو عليك. يعني انت دلوقتي وصلت لدرجه ان اي حد هيقعد التاني هيأدي، فخلي بالكم ان في لعيبه جامده، فانت ممكن تكون لعيب كبير لكن هتقل شويه
هتبقى منافسه كويسه. فاكر لما اتكلمنا الاستوديو اللي فات على ضروره وجود البديل الكفء، البديل الكفء واللي هو يتقارب في المستوى الفني مع اللعيب الاساسي والطموحات كمان. يعني دلوقتي يا كابتن ايمن عايز اقول لك انه انك انت لما تلاقي نفسك مكانك هيضيع منك. يعني احنا اتكلمنا على كهربا كان افضل لاعب الماتش اللي فات. ايوه. وقعد كهربا المباراه دي ونزل برسيتاو ونزل لعيبه ثانيه غيره قدوا النهارده. ما هو كهربا لما هينزل عاوز يرجع. برافو عليك. وعاوز يلعب. بما انك بتتكلم كمان عن كهربا انا عجبني جدا النهارده رد فعل كهربا في احد الاهداف. هو ما كانش بيلعب. تربيه النادي الاهلي يا كابتن اصلا في بدايه حياته كهربا تربيه النادي الاهلي. وشفت مدى سعادته بره بالهدف اللي احرزه بيرسي. لا وحاجه ثانيه يا كابتن مهمه بقى، ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي الفتره القادمه اللي هيأثر كده فهتلاقيه صراع، الصراع الجميل اللذيذ للمدرب. هم اللعيبه بقى اللي هو خليك فرصه زي صح. زمان صح. زمان كان المدرب يقول لك انت عندك برد عينيك حمراء عشان يقعدك اي سبب عاوز يقعدك في اي سبب. لكن جت عليك فتره في لعيبه عارفه ان هي اللي بتلعب لا في الوقت اللي جاي. يعني عايز اقول لك حاجه، محمد شريف كمان ما تنساش انه هدفنا وهداف كبير جدا هينفعك الايام الجايه صح. بقى عندك هداف وهدفك الاولاني محمد شريف، هو مازال محمد شريف هدافك يعني. في لعيب كويس جه وكل حاجه ممكن يلعبوا مع بعض، ممكن موسيماني يوصل لدرجه ان هو عايز الاثنين يلعبوا مع بعض، ليه لا؟ خلي بالك في متغيرات بتحصل من مباراه لاخرى يا كابتن كتير، لكن طبعا. حاجه جميله جدا انك انت ده اللي ناقصنا، لان احنا هنلعب على بطولات كتير صح. احنا السنه دي مش عاوزين نفرط في اي بطوله ان شاء الله، عشان ما نفرطش في اي بطوله يبقى عندنا عدد من اللعيبه كبير قوي ويكونوا كويسين. ارجو بس ان اللعيبه تستفاد من الامر ده يعني باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن بلال، الحلول الهجوميه النهارده كانت موجوده بالرغم ان احنا تخوفنا بعض الشيء قبل المباراه من عدم وجود راس حربه صريح. النهارده كان الامر مختلف شويه يا كابتن. النهارده كان الامر مختلف بقى، قول لي. لان النهارده انت كنت بتعتمد على المهارات الفرديه للعيب. احنا اوقات كتيره جدا كنا بنفتقد المهاره الفرديه الواحد ضد واحد، اتكلمنا فيها كتير، قلنا ان من ضمن الحل من ضمن الحلول المؤثره والمهمه انك يبقى عندك لعيبه بتلعب واحد ضد واحد يعني عندها الجرأه. النهارده الجول الثاني اللي جابه بيرسي تاو واحد ضد واحد، بيشتغل واحد ضد واحد وراح ورقص وحطها جول. تمام. دي من ضمن الحاجات اللي كان بيفتقدها او كنا بنفتقدها في بعض الماتشات. شريف عنده السرعه لكن ما عندوش المهاره، يعني ما تلاقيش مثلا شريف بيروح ضد واحد ويحط ويرقص ويجيب جول، لكن ممكن يستغل السرعه بتاعته وانطلاقاته في منطقه تكون فاضيه ويقدر يسجل بيها هدف. تمام. التعاون النهارده اللي كان ما بين قفشه وميكسوني وبيرسي تاو ده كان مهم جدا جدا جدا، ونتج عنه البنالتي الاول، الباص الثرو باص اللي عملها مجدي قفشه راح بها ميكسوني وخد ركله جزاء. دي برضو الحلول الجماعيه في الحتت في المناطق الصغيره صح. دي ما كانتش كنا بنفتقدها اوقات كثيره جدا 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 لبعد المسافات ما بين اللعيبه وبعضها. التحرر اللي اتكلم عليه كابتن عادل من شويه وقال ان اللعيبه يعني النهارده كان في تحرر ولا مركزيه، هي دي اللي نتج عنها الهدف الاول، الهدف الاول البنالتي. النهارده انت بتشوف ميكسينو فين مكان بيرسي تاو هو اللي بياخد العارضه البعيده. تمام. ميكسينو في العارضه عند العارضه الاولى او في المنطقه الاولى، هو اللي قريب من مجدي قفشه. التغير في المراكز هو ده اللي نتج عنده الهدف الاول. خلينا برضو عند حاجه انت قلتها، حته تقارب المساحات بين الخطوط وبعضها، دي برضو كانت بتخلق لنا مشاكل كتير جدا المباريات اللي مشاكل دفاعيه ومشاكل هجوميه. برافو عليك. مشاكل هجوميه لان انت النهارده كنت بتحاول انك تشتغل على محمد شريف كمحطه ما كانش بيقدر يعمل الحته دي. النهارده انت قربت المسافات فبقيت بتشتغل في حوالي 45 متر او 30 متر. النهارده اللعيبه كلها قريبه من بعضها، يعني شفنا النهارده اكرم توفيق جنب مجدي قفشه، جنبهم السوليه واليو ديانج، تمام، جنبهم ميكسوني وبيرسي تاو، الخطوط كلها متقاربه. لعيبه النادي الاهلي وكابتن علي كلم عليها بشكل رائع جدا، قال حتى بعد الطرد انت مش باين ان انت ناقص لعيب. ليه؟ التقارب الخطوط، انت بتقدر تلعب الباس والريباس، بتاخد الباس وبتباصل ده وبتباصل ده وبتباصل ده، وكانك بتشتغل في تقسيمه وانت قريب على نفس اسلوب لعبه بالظبط. لان انت صح، انت النهارده يعني حته الجري كتير بالكوره انت عوضته النهارده بقرب المسافات.
مسافاتك عشان كانت قريبه، فاللعيبه النهارده بتظهر لبعض، بتلاقي بعض كتير في الملعب، بتلاقي بعض بشكل جيد جدا، بتلاقي بعض بشكل سريع. النهارده شوف اكتر من كوره النهارده، اكتر من دبل باس، ال1 2 وال1 3 حصلت النهارده كتير جدا لعيبه النادي الاهلي، ودي ما كناش بنشوفها كتير جدا 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 في الماتشات اللي فاتت. النهارده في شغل داخل الملعب، شغل جيد للعيبه وبعضها كمان، حتى المدير الفني بيقول. لكن زي ما قالوا الكباتن ما كانش في وقت انه يقول كتير، لكن اللعيبه قدرت تنفذ النهارده بشكل كويس. اوقات كتيره جدا يا كابتن المدير الفني بيقول كلام كتير، لكن مهارات اللعيبه داخل الملعب هي اللي بتقدر تنفذ، هي اللي بتقدر تخلق جو كويس، هي اللي بتقدر تعمل الشو اللي حصل النهارده. الماتش النهارده ما كانش ماتش طبيعي، النهارده كان شو تايم بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وبالنسبه كمان حتى لموسيماني. يعني احنا لما كنا بنتكلم على مستر موسيماني وان ازاي يخلق دوافع عند اللعيبه وان ازاي يخلي يرجع شخصيه لعيبه النادي الاهلي، النهارده لعيبه النادي الاهلي بالمهارات الفرديه اللي موجوده عندها وقدراتها وامكانياتها، وكل لعيب عايز يحافظ على مكانه فبيبذل اقصى جهد بالنسبه له، هو ده اللي خلى الشكل اللي احنا شفناه النهارده في الملعب. ففي حاجات ليها علاقه بكره القدم، وفي حاجات ليها علاقه بشخصيه اللعيبه النهارده في الملعب. شخصيه اللعيبه كانت موجوده النهارده وكانت مؤثره جدا. انت النهارده بتلعب نادي الاسماعيلي، نادي كبير، لكن ظهر قدامك فرقه ضعيفه، ظهر قدامك فرقه قليله. كابتن علي اتكلم على حته الاستحواذ 47 و53، الفروقات مش كتيره، لكن الفروقات في الاداء داخل الملعب، الايجابيات داخل الملعب، في السلبيات اللي كانت موجوده عند لعيبه الاسماعيلي. النهارده انت قدرت تستغل الثغرات اللي موجوده عند لعيبه الاسماعيلي، ودي حاجه ما كانتش بتحصل كتير يا كابتن. يعني احنا كنا واحنا قاعدين شايفين ان مثلا فرقه سموحه والاسماعيلي عندهم ثغرات كتيره، لكن انت ما بتقدرش تستغلها. النهارده قدرت تستغلها، وجود لعيبه عندها مهارات فرديه بتقدر تستخدمها داخل الملعب مفيد جدا جدا جدا. انت قلت حاجه كويسه قوي، ان تفوقك وادائك النهارده هو اللي اظهر الاسماعيلي بالشكل ده. بالظبط، الاسماعيلي فرقه كويس، الاسماء اللي قدامنا كويس بتقول ان الاسماعيلي فرقه كويس، الاسماء اللي قدامنا تمام. ما احنا انت دايما انت بتحكم على ايه؟ على الاسماء اللي قدامك. لما تشوف لعيبه النادي الاهلي والسكور شيت بتقول ان لا، الاسماء دي اسماء كبيره، لعيبه عندها امكانيات وقدرات، لكن انت بادائك النهارده وهو برده بادائه، يعني في بعض الاوقات حسينا ان انت فرقه الاسماعيلي فرقه مهلهله دفاعيا، فرقه مهلهله، مفيش تركيز، اللعيبه مش مترابطه، مفيش تجانس، حتى وهم بيلعبوا على الاوفسايد جيم الامر صعب جدا. انت ليك كره المفترض النهارده هدف خامس تقريبا ما اتحسبتش من وجهه نظر، يعني ممكن تكون يعني تسلل الاول، يعني فيها قيل وقال، يعني ممكن تبقى هدف بالنسبه لك. فده مدلول ان انت بتلاعب فرقه قدرت انت كنادي اهلي تستغل الاخطاء اللي موجوده عندها، وده ظهر كمان وانت كملت تفوقك حتى وانت بتلعب ب 10 لعيب. حتى ما انت جبت سجلت هدف، احمد عبد القادر سجل الهدف. تغييرات حتى النهارده موسيماني جيده، هو تناغم مع الماتش، يعني هو هو يعني عاش طول ال 90 دقيقه جوه الجيم. يعني النهارده من الحاجات الماتشات اللي تحسب له كمدير فني تشكيل الاداره واداره ماتش وتغييرات كمان، النهارده عايش مع الجيم طول ال 90 دقيقه. يعني في اوقات كنا بنشوف ان تغيير ممكن ما يكونش في محله، ممكن النهارده بنقول طب ينزل، يعني الماتش اللي فات كنا ينزل محمد محمود، طب ينزل عمار حمدي، النهارده لا، احنا كنا عايزين واحد زي عمار حمدي النهارده بينزله، عايزين واحد زي مثلا الشحات النهارده بينزله. فتغييرات النهارده حتى كمان جيده، يعني على مستوى الماتش قاري الجيم، شغال فيه، بيفكر فيه بشكل كويس. يعني اوقات كتير كنا بنقول لا موسيماني ما قدرش الماتش بشكل كويس، اوقات كتير واتكلمنا عليها واتكلمنا على سلبيات الاداره، النهارده لازم نتكلم على ايجابيات الاداره النهارده. صحيح. طيب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفك الكرام وكل مشاهدينا ومشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء بفوز كبير وعريض للنادي الاهلي في الاسبوع الاول للدوري المصري على فريق الاسماعيلي، فريق كبير باربع اهداف مقابل لا شيء، مباراه كبيره لعبها النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء مدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن سامي قمصان. كابتن سامي خلينا ابارك لك على المباراه، ابارك لك على الاداء، مباراه كبيره والبدايات مهمه جدا. النهارده فوز كبير جدا على فريق النادي الاسماعيلي باربع اهداف، اداء نتيجه حققت المعادله الصعبه النهارده. تحية طبعا للكابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت الحمد لله نتيجه كبيره على خصم كبير جدا نادي الاسماعيلي، نادي عنده تاريخ كبير وعنده لعيبه مميزه وجهاز فني. كابتن طلع طبعا من افضل الناس اللي عندها خبرات في الدوري المصري. الحمد لله بشكر اللعيبه طبعا على الاداء والجهد والنتيجه الكبيره ديت، والبدايه اللي هي كانت مهمه جدا لينا، محتاجينها جدا. ودي برضو خلينا نكون واقعيين، يعني ان برضو الاريحيه اللي انت بتلعب بيها الحمد لله انت خلصت ماتشات افريقيا، فعندك الحمد لله اريحيه زي ان انت تقدر تحضر كويس للمباراه. النهارده غيرت طريقه اللعب وكانت حاجه الحمد لله كان عندنا افضليه فيها وادتنا افضليه،
عندنا الحمد لله برضو حلول كتيرة جدا، اللعيبة اللي شاركت واللعيبة البدائل واللعيبة اللي ما شاركتش النهاردة والإصابات اللي موجودة سواء الشناوي أو ولي سليمان أو متولي، الحمد لله برضو دي أرجوحهم تدينا قوة. البدائل اللي نزلت النهاردة وعملت برضو الحمد لله أداء كويس، حسين وحمدي وحسام حسن وعمار ومحمد هاني، فالحمد لله مكاسب كبيرة طبعا للفرقة، وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله الاستمرارية. بس أول ما تم الإعلان على التشكيل الجميع بيتكلم وتساءل إزاي بيستر بيتسو موسيماني هيلعب بثلاثة في نص الملعب ويقرر أمر إن أنا ألعب بحمدي فتحي وسولية وديانج. أول ما صافرة المباراة انطلقت الكل شاف الطريقة اللي بيلعب بها النادي الأهلي، مش 4-3-3 لا، ده 3-4-3. الجميع النهاردة اتفاجئ بالطريقة الجديدة 3-4-3. بص خليني اقول لك ان يعني ان احنا لعبنا بيها طبعا قبل كده، لعبنا فيها الترجي ولعبنا فيها صن داونز نفس القصه يعني ونفس الشكل ديت يعني، واختلاف اي طريقه طبعا انت بتبقى محضرها كويس، والراجل بنشتغل عليها على فترات كبيره، اللعيبه بحفظها كويس، عندنا الحلول الحمد لله كويس. النهارده بوجود تاو وجود لويس ادالك سرعات كويسه في التلت الهجومي، عاوز انت برضو تامن نفسك كويس لان برضو السنه اللي فاتت استقبلنا برضو اهداف، فكنا بنفكر برضو نحاول نقلل الموضوع دوت. واي طريقه اي طريقه في الكوره اي طريقه بيبقى ليها حاجات ايجابيه وحاجات دفاعيه، مفيش حاجه اسمها طريقه دفاعيه او طريقه هجوميه. النهارده الحمد لله زي ما انت قلت بنلعب 3-4-3، بيديك افضليه في الاستحواذ الحمد لله، افضليه في الفرص، افضليه في الاهداف اللي انت سجلتها الحمد لله من اقل الماتشات اللي جالك برضو عليها هجمات، فالحمد لله اعتقد ان هي طريقه مناسبه للمباراه نفسها يعني، وهو ده اللي بنتكلم فيه ودايما الراجل بيتكلم فيه. كل مباراه بيبقى ليها شكل اللعب وبتتحدد على حسب الخصم اللي انت بتلعبه، على امكانيات اللعيبه المتاحه بالنسبه لك، على الشكل اللي انت عاوزه من المباراه، عاوز تبداها بدري وتخلصها تنهيها بدري، عاوز يبقى عندك برضو افضليه في التلت الهجومه تدي حريه للثلاثه اللي فوق عشان برضو ما يبقاش عندهم ارتداد دفاعي كبير، فيبقى عندهم نفس كتير موجود في التلت الهجومي. فكل دي افكار يعني، لكن في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك، تجتهد وتصور بتعمل تصور، ممكن تصور دوت ربنا يكتب لك فيه التوفيق وممكن لا، لكن اللي انا عاوز اقوله طبعا كابتن ايمن ودوفو الهجوم اللي احنا شايفينه على الجهاز الفني في كل حاجه يعني، في كل موقف يعني بتكسب بتتعادل بتاخد بطولات ما بتاخدش بطولات، الاداء مش احسن حاجه، بتكسب في افريقيا 6 لا اصل النادي الاهلي ما كانش احسن حاجه، اصل بيتسو موسيماني مش احسن حاجه، في ظل اللي بتلاقي ان مجلس الاداره بيجدد الثقه في الراجل، اصل الراجل عاوز طلبات ماديه، حاجات كتيره جدا جدا جدا، وللاسف للاسف يعني اللي هي بتطلع من ناس كانت منتميه للنادي الاهلي، وممكن من الحاجات القليله جدا الفتره اللي فاتت ديت اللي بنشوف هجوم على اللعيبه والجهاز الفني والمنظومه نفسها يعني. لكن طبعا كل شكر الكابتن ايمن طبعا وضيوفه، الناس دايما في ظهرنا ودايما مدعمنا، ودي الرساله انا بوجهها من خلال كابتن ايمن وضيوفه للجمهور، اللي لازم جمهوره يكون عنده وعي كبير، وانا عارف جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الحمد لله يعني عنده وعي كبير جدا ان 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 الجهاز واللعيبه دايما بيبقى محتاجين دعم، محتاجين الناس تبقى في ظهرهم. محتاج اوقات احنا كان في تاثير ولعيبه، لكن لظروف معينه اوقات كتيره جدا اللعيبه دي عملت اداء كويس جدا وعملت نتائج كتيره كويسه جدا، ما بالك يعني اللعيبه دي حققت 2 افريقيا وسوبر وتالت عالم، الناس بتقارنها بفرقه واخده بطوله واحده، بتقارن الراجل بمدرب واخد بطوله واحده، فايه المقارنه يعني، ازاي المقارنه ديت؟ فلكن في الاول والاخر بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، النادي الاهلي مش متعود اللي يخسر بطوله الدوري مرتين، مصممين وعندنا هدف، واللعيبه نفس القصه عندهم تصميم كبير اللي هم نركز من اول مباراه لينا. يمكن برضو الاريحيه اللي احنا حصلنا النهارده الحمد لله، ان انت بتفصل عندك وقت، يمكن بقى الصعوبات اللي احنا قابلناها الفتره اللي جايه دي اللي هتقابل الفرق اللي هي خلال السبع مباريات اللي الدوري فيها مضغوط فيها، الناس هتعرف يعني ايه ضغط مباريات، يعني ايه اللي انت بتلعب كل 3-4 مباريات كل 3 ايام مباراه، يعني ايه اللي انت بتلعب تحت ضغط عصبي واللي انت تكسب، وحاجات مهمه جدا الناس هتعاني منها اللي احنا كنا بنتكلم فيها، واللي احنا بنقول ان احنا فما بالك انت كنت بتلعب بتسافر تلعب بطولات كبيره وبتلعب مع خصوم كبير وبتلعب كاس عالم وتروح افريقيا نهائي وقبل نهائي وتروح سوبر وبترجع على الدوري، وضغط كبير جدا وضغط عصبي على اللعيبه وضغط بدني، فكل الحاجات ديت اعتقد ان الناس هتعرف يعني ايه الضغوطات ديت هتعاني منها، لكن الحمد لله برضو احنا اتعودنا عليها، واعتقد الحمد لله ان عندنا دلوقتي من الخبرات والراجل عنده من الخبرات اللي يقدر يتعامل ازاي مع ضغط المباريات ديت، والحمد لله يمكن النهارده التغييرات ادتنا افضليه وادتنا استمراريه في الاداء وادتنا الحمد لله تكمله الحمد لله. برضو دي من الحاجات برضو اللي برضو الحمد لله اللعيبه واقفه على رجلها كويس بدنيا، بتلعب لحد اخر وقت، ما تاثرناش بغياب ديانج،
فالحمد لله برضو دي من الحاجات الايجابيه اللي تحسب للحمد لله النهارده. وقت التقصير بنعترف ان عندنا تقصير، النهارده اجماع على الاداره الفنيه المستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني، لكن في نقطه مهمه جدا، الجرأه اللي عند الجهاز الفني ان انا العب قدام الاسماعيلي ب 3 4 3 وعندي عنصرين جداد اول مره، يعني برستاو بنشوفه، ميكسون يشارك في مباراه انبي، اعتقد دي جرأه من الجهاز الفني، ومهم جدا ان انا عديت اللعيبه نفسيا لهذه الطريقه. بص خلينا نقول برضو نتكلم ان الجرأه دي جايه من الحلول اللي عندك كتيره، انت عندك النهارده الحمد لله، بص النهارده في التشكيل النهارده عندك لويس وعندك بيرس وعندك قفشه وعندك بره حسين وعندك كهربا وعندك حمدي عبد القادر وعندك حسام حسن وعندك محمد شريف، فكل دي طبيعي اللي هي تدي لك جرأه اللي انت تهاجم واللي انت يبقى عندك حلول هجوميه كتيره واللي انت تتكلم، الراجل اتكلم في النقطه دي برضو اللي احنا الحمد لله عاوزين نكسب مكسب كويس نطمن جمهورنا وناخد بيه الثقه، اعتقد اللعيبه الحمد لله كانت قدت ديت، فالجرأه بتجي لك من الحلول الايجابيه اللي عندك، انا مش شرط ان انا مثلا ما عنديش حلول هجوميه كبيره واقوم لاعب كل في كل لا قدر الله استقبل، ممكن اجيبه بس ممكن استقبل، فهي دي هي ديت يعني، لكن الحمد لله اللي برضو اللي مدينا افضليه الحمد لله الحلول الكتيره اللي موجوده عندنا، حلول برضو اللي هي اللعيبه يقدر يلعب في كذا مركز، النهارده بيرس بيلعب سترايكر ممكن يلعب وينج، ممكن قفشه بيلعب النهارده وينج، ممكن يلعب 10 زي ما بيلعب حسين نفس القصه، حسام شريف حمدي فتحي النهارده اوقات كتيره بعد حاله الطرد لعبنا 4-4-1 وحمدي طلع لفوق في جنب سوليه قبل ما عمار ينزل وبعد كده عمار، فالحمد لله برضو الحلول الكتيره دي بتدي لك مرونه وبتدي لك افضليه وبتدي لك ان انت زي ما انت قلت الجرأه اللي انت بتقدر تشتغل باستمراريه في المباراه طول المباراه اللي انت عندك افضليه. شكرك يا كابتن سامي، مليون مبروك، خطوه مهمه جدا، البدايات اكيد مهمه. شكرا وبشكرك طبعا وبشكر كابتن ايمن ضيوف، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله دعم اكبر، وان شاء الله ان شاء الله تكون ان شاء الله السنه دي ان شاء الله كل البطولات النادي الاهلي باذن الله. شكرا. كابتن ايمن ده كان لقانا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اتكلم في نقاط فنيه كتير جدا ووضح كتير، وفوز كبير جدا للنادي الاهلي في مستهل مشواره في بطوله الدوري، 4 اهداف على فريق الاسماعيلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، وعايز اقول للكابتن سامي احنا دايما في ظهركم، حتى وان كنا احيانا في بعض الاحيان او مش احنا، بعض الجماهير بتنتقد الاداء او بتنتقد النتيجه في بعض الاحيان، او زي ما انت بتقول احيانا بتهاجم الجهاز الفني وبتهاجم اللعيبه، ده من حبها للجهاز الفني واللعيبه، من حبها للنادي الاهلي، احنا احيانا بننتقد هنا بس بننتقد للصالح العام، واحنا عارفين ان كل الناس كل الاهلاويه اللي بيحبوا النادي الاهلي بيغيروا قد ايه على النادي الاهلي، احنا هنا واجبنا ان احنا نبقى في ظهركم، ان احنا ندعمكم، احنا نساندكم، وانتوا بقى في الملعب تردوا على الجميع وما تخلوش اي حد يتكلم. كابتن شريف، كابتن بلال كان بيتكلم قبل الكابتن سامي بيقول لك ان في عوامل النهارده انا كمدير فني بتخليك تبدع، تخليك تبتكر في الملعب، في عوامل جوه الملعب بتساعدك على الكلام ده، العوامل دي كانت موجوده كلها النهارده، هي عوامل ودوافع ورغبه، فبتشمل الكل، بتشمل الجهاز الفني بتحضيره للمباراه، بتحضيره للاعبين بالشكل اللي هو كان موجود في الملعب النهارده. انا شايف ان فاروق صلاح بيسال بيقول سامي انت النهارده بتعمل شكل جديد 3 4 3، احنا ما كناش في الشكل ده قبل كده. فكانت في موافقه من سامي ان هو فعلا كان في تدوير كمان داخل الملعب في طريقه اللعب. طريقه اللعب دي بتوصل للاعب اللي بينفذ نفسه. فلما يكون عندك لعيبه بالتركيز ده وبالروح دي وعايزه تقول كلمه جديده في بطوله الدوري ده بتعوض عن اللي فاتها من خسارتها في ماتش السوبر والدوري العام اللي فات، اللي هو هم حاسين ان هم الحقيقه كان يجب ان هم ما يخسروش الدوري ده، وحاسين ان هم عندهم امكانيات وعندهم اداء يمكنهم الحقيقه من ان هم يبقوا البطل على طول، البطل في 4-5 بطولات السنه اللي فاتت، البطل في البطوله المحببه ليهم اللي هي الدوري العام. فزي ما كابتن اثنوا على الفرقه النهارده وقالوا ان ده يعني مباراه شديده اللهجه للناس كلها، حلو شديده اللهجه عشان الصعيد كمان معانا موجوده، ويبقى جميع في الشرقيه وبتاع، مباراه شامله فيها شموليه بعوده الروح وعوده الاداء بالنسبه للفريق. فاي مدير فني بيبقى موجود وعنده كم اللعيبه دي ما عليه غير ان هو
يقدر يعمل مستوى الثبات الاول بالنسبه ليه هو. يقول لك انا النهارده فريق اسماعيلي دي اللعيبه اللي المفروض تلعب المباراه دي. عنده قاعده عريضه جدا. انت لو عديت النهارده احمد عبد القادر غير الشكل بتاع الدنيا كلها. حسين الشحات نزل خدت بالك عنده مهمات مش عنده اداء بتاع حسين الشحات اللي هو انا لازم اجيب جول. لا ده بقى بينفذ. طب بمناسبه احمد عبد القادر بقى تعالى نشوف لقاء مع زميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن احمد عبد القادر بعد احداث نهايه المباراه. طب والله كويس. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل مشاهدينا ومشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من ابناء قطاع الناشئين النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من النجوم النهارده اللي بيقدم شهاده تالقه مع فريق النادي الاهلي باول هدف رسمي ليه مع النادي الاهلي، احمد عبد القادر او حمدي. احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك الفوز، مباراه مهمه جدا وهدف غالي جدا، اول هدف رسمي ليك مع النادي الاهلي. حبيبي يا روح انا سعيد ان انا معاك وبشكر طبعا الكباتن اللي في الاستاد وبرحب بيهم طبعا. اولا الحمد لله اول يمكن ربع ساعه او ثلث ساعه ليا مع النادي الاهلي الحمد لله قدرنا ننفذ المدير الفني عايزه مننا وقدرت الحمد لله اول اهدافي برده مع الفريق. فبشكر كل اللعيبه اللي ساعدتني على كده وبتمنى ان الاستمرار اهم حاجه. الاستمراريه لسه ما عملناش حاجه في بدايه موسم، اهم حاجه الاستمراريه ان شاء الله وتبقى سنه واضافه للنادي باذن الله. يعني احمد ايه الهدوء ده وايه العقل ده والشخصيه دي؟ لان خلي بالك كتير جدا اتكلم على هدوء احمد حمدي في الكوره دي، طبيعي ان اي لاعب ممكن يتصرف فيها بسرعه لكن الهدوء والشخصيه دي سمات وشخصيه اللاعب اللي بتفرق اللي بيبقى جدير بقميص النادي الاهلي. والله الحمد لله يمكن انا قلت الموضوع ده كتير، اهم حاجه في الجزء الاخير في ال 18 بالذات لازم اهم حاجه في الجول عامه او في الكوره انك تبقى هادي جدا وتحاول تستغل اي مساحه فاضيه قدامك انك تبقى قريب للجول. فالحمد لله انا يعني من بدايه مشواري مع الكره وانا في الحمد لله في ال 18 بحاول استغل اي مسافه صغيره او اي يمكن ثغره ان انا احرز منها اهداف. فطبعا الهدوء ده رقم واحد وهو سبب الجول. يعني ممكن لو كنت لعبتها من لمسه واحده كانت ما تظبطش في رجلي او بتاع. فالحمد لله على الهدوء بشكر ربنا. يعني عمار بيبارك لك كده، اول عمار هيبارك لك طبعا. عمار واحد من النجوم برضو اللي جماهير الاهلي مستنيه منه كتير. عمار الاول عايز تقول الحمد النهارده على الهدف واعتقد فوز مهم النهارده. عمار بقول له مبروك على البدايه دي وان شاء الله في الدوري ان شاء الله مزيد من الاهداف والحمد لله النهارده على النتيجه. اللعبة كلها كانت رجاله وكلنا كنا على قلب راجل واحد والحمد لله. يعني بتمنى له التوفيق في الماتشات الجايه ان شاء الله ويفضل يجيب اجوان كده باذن الله. انا عارف ان هو اقرب حد ليك ويعني رفيق المشوار في كل مكان معاك. هذا اخويا ده من واحنا صغيرين، في الناشئين كان على طول بيجي يدينا اثنين وثلاثه. ببارك له طبعا على الجون وان شاء الله مزيد من الاهداف باذن الله. عمار جماهير الاهلي مستنيه منك كتير، عايز تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ انا بشكرهم جدا على الدعم ده وباذن الله ما اغزلهمش يعني وان شاء الله الماتشات اللي جايه ان شاء الله يعمل ماتشات احسن واحسن وان شاء الله نرجع بطوله الدوري اللي غابت عنا الموسم اللي فات. مبروك يا عمار وبالتوفيق في الماتشات اللي جايه باذن الله. مبروك اخويا. احمد الحب يعني وصوره مهمه جدا بالمناسبه. عمار اول ما علي معلول جاب الجون جري على عمار ودي الروح اللي بنقول عليها. علاقه اللعيبه الكبار معاك وسهلت عليك الامور دي؟ دي حقيقه اللعيبه الكبار طبعا عامله احتواء غير طبيعي للعيبه الجديده. الصفقات بتحاول تدخل مع الفريق وهم مساعدين على كده جدا. حتى الناس احنا كمان اللي رجعنا من الاعاره شايفين الدعم من اللعيبه وشايفين الدعم من الجهاز من كل الناس اللي بره. فان شاء الله يبقى موسم خير باذن الله. يعني ان شاء الله يبقى موسم كويس على النادي وعلى الجماهير باذن الله. جيت النادي الاهلي بعد اعاره، كنت فتره في الاحتراف في اوروبا، جيت النادي الاهلي كان ليك هدف ان انت تطلع اعاره، طلعت اعاره مع فريق سموحه بنفس الهدوء بنفس الشخصيه، كان ليك هدف عايز تكمله، رجعت النادي الاهلي كنت واحد من المطالب الجماهير بتنادي عليها انك ترجع للنادي الاهلي بكل شخصيه وبكل هدوء. احمد حمدي بيرسم بدايه طريقه مع النادي الاهلي. الحمد لله بدايه كويسه الحمد لله. فاهم حاجه زي ما قلت لك اتمنى ان انا استمر على كده. مش عايزين نبالغ في الموضوع في اول ماتش، احنا لسه بنقول يا هادي وبدايه. فان شاء الله البدايه دي تبقى مكمله لنهايه الدوري وافريقيا وكاس العالم ان شاء الله يبقى مردود كويس ان شاء الله للنادي وللجماهير باذن الله. يعني احمد مستر بيت سؤال لك ايه، ومين توقع لك النهارده انك تحرز هدف النهارده؟ مامتي. عايز تقول لها ايه؟ طيب يعني ست الكل ربنا يبارك لك فيها، عايز تقول لها ايه النهارده؟ بشكرها طبعا، بشكر والدتي جدا، دعم غير طبيعي ليا في البيت في كل مكان. ووالدي طبعا نفس الكلام طبعا، الاثنين تعبانين معايا جدا جدا. فربنا يخليهم ليا ان شاء الله وان شاء الله اساعدهم الفتره اللي جايه باذن الله. يعني مستر بيتسو موسيماني قال لك ايه قبل ما تنزل وقال لك ايه بعد المباراه؟ هو اداني تعليمات ان لازم في نفس الوقت ابقى دفاعيا متوازن وهجوميا متوازن. يمكن الطرد عمل لنا خلل شويه ما كناش متوقعينه ان هو يحصل بعد الثلاث تغييرات دول،
بس قدرنا برضو مع الطرد ان احنا نتعامل مع الموقف بتاع الملعب والدنيا بقت كويسه، جبنا الهدف الرابع والحمد لله نتيجه مرضيه لحد كبير يعني الحمد لله. حمدي اخر رساله عايز تقولها للجماهير الدلاله اللي تحب تقول لهم ايه؟ بشكرهم طبعا على الدعم ونتمنى الدعم ده يبقى مستمر وان شاء الله نسعدهم اكتر واكتر واقول لهم انتظروا لسه اللي جاي احسن باذن الله يعني. شكرا يا حمدي بالتوفيق اللي جاي باذن الله. شكرا يا حبيبي. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع احمد حمدي عبد القادر لاعب النادي الاهلي وصاحب الهدف الرابع الجميل للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وبفوز الاهلي على فريق الاسماعيلي باربع اهداف مقابل لا شيء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. عجبني جدا كلام احمد عبد القادر، كلام هادئ وواثق من نفسه جدا، وبعدين من ضمن كلامه اللي بيقول يعني احنا مش عايزين مبالغه، يعني هو الراجل النهارده جايب جول في بدايه مشواره مع النادي الاهلي واول ما نزل ادى اداء كويس وجاب جول، ولكن الفرحه مش واخداه، هو اكيد طبعا فرحان من جواه ولكن الفرحه مش واخداه، هو بيقول لك المهم الاستمراريه، يعني مش عايزين المبالغه، ده واجب علينا. انا لما جيت رجعت للنادي الاهلي مره ثانيه ما حسيتش بالغربه، على فكره طول عمر النادي الاهلي بيحتوي اي حد جاي من بره، طول عمر اي لعيب جاي من بره لما بيخش على لعيبه النادي الاهلي بيحس ان هو في بيته، بيحس ان هو متربي في النادي ده، بيحس ان هو كان في قطاع الناشئين بادئ معاهم. فاحمد قال على شويه مميزات موجوده فعلا هو حاسسها، اللي عجبني اكتر هدوءه واتزانه، يعني حتى الفرحه مش باينه على وشه خالص. الفوز حلو يا كابتن ايمن. نعم. الفوز بس هو عقلاني والاجوال حلوه، بس هو عقلاني جدا في كلامه، فعجبني طبعًا. عجبني اراءه وعجبني عمار، بس كان نفسي اعرف ايه اللي في بق عمار ده، اكيد هو بياكل بعد الماتش، بياكل بعد الماتش عمار على طول. طب نروح لفاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء ما كابتن شيف خلص كلامه. لا 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 والله عدى احمد عبد القادر ودخلنا شكلك اخرك. لا لا مش عارف انا ملاحظ انك بتتكلم كتير. هو ده اللي بيتكلم عليه بيحبك لا بيحبك يا كابتن. يلا اتكلمت يا كابتن شيف والله اتكلم. لا والله احنا كنا بنتكلم على كابتن. ايوه بس انت اتكلمت يا سمير مشكله. انت بتتكلم احمد عبد القادر بره على طول. قلت له تعالى. لا انت انا عايز اقول بس اتفضل حضرتك اتكلم. لا لا اتفضل حضرتك. لا لا خلاص والله انا عايز اقول بس مبروك للعيبه الجدد اللي في الصفقات. مبروك لعمار، بيبارك لصديقه احمد عبد القادر على الهدف الجميل اللي جابه النهارده والهدوء اللي كان موجود في الملعب، وكلمه زي ما انت قلت احمد بيقول دي احنا ما عملناش حاجه النهارده دي بدايات، فنتمنى جميعا انها فعلا تبقى زي الروح هي البدايات وهي دي البدايه فعلا، لان هي رجع عوده الثقه تاني للجماهير وعوده الثقه للمدير الفني وكل الناس بعن طريق اللعيبه اللي هي موجوده دي، فحاجه تفرح النهارده الحقيقه. صح. انا ما ابقى اهلاوي وعندي كم من هؤلاء اللاعبين ذو احترافيه وفنيات عاليه بهذا الشكل، الحقيقه اقدر دلوقتي اديني المساحه الكبيره قوي ان انا احط اي فرقه مع اي فريق وتقدر تعمل عمليه تدوير كبيره قوي خلال الدوري وخلال جميع المسابقات اللي انت داخل عليها، انت داخل على اكثر من مسابقه، افريقيا، كاس عالم انديه، دوري محلي، حاجات كتير قوي محتاج اللعيبه الجميله دي تبقى موجوده بهذا التركيز وهذه الروح اللي لعبوا بيها النهارده. خلينا نذكر حضراتكم بنتائج مباريات الاسبوع الاول حتى الان. البنك الاهلي وطلائع الجيش 3-0 للبنك الاهلي، سموحه واتحاد سكندري 4-4، فيوتشر وفاركو 1-0 للفيوتشر، مولين العرب مع ايسترن كومباني او الشرقيه الدخان، انا مش فاهم ايسترن كومباني معلش يا جت كده ايسترن كومباني انجليزي. المولين 1-0، الجونه مع سيراميكا كليوباترا 1-1، الزمالك مع انبي 2-0، بيراميدز مع مصر المقاصة 2-1، اسماعيلي والاهلي 4-0 النادي الاهلي، وتبقى غدا ان شاء الله اخر لقاء في مباراة الاسبوع الاول غزل المحلة والمصري البورسعيدي. كابتن علاء يمكن كان عندك تعليق على احمد عبد القادر، وانت من الناس اللي مقتنعة جدا 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 بقدرات وكفاءة احمد عبد القادر، واعتقد ان النهارده الصفقات الجديدة قدمت نفسها بجدارة. دي حقيقة النهارده بقول لك ده النهارده يوم الصفقات الجديدة. قلت لك دايما حاجة مهمة جدا ان الصفقة يعني اي لعيب جديد بيجي النادي الاهلي بيحب بدايته يا اما يعمل مباراة كويسة مقنعة او يحرزوا الهدف، يحرزوا الهدف ده يمكن الحاجة اللي بتبقى على طول متعلقة بذهن الجماهير. احرازك هدف في اول مباراة دي بتعليك قوي، بتديك ثقة، بتشيل عنك كتير قوي من الضغوط، ودي حاجة مساعدة انك تلعب
في النادي الاهلي وسط النجوم الكبيره زي ما قال كابتن شريف، كوكبه من النجوم كبار قوي وكتير قوي، بس دايما بقول انا الشاطر او الجدع كده بلغتنا ان هو اللي يثبت نفسه، اللي يبقى في مكانه ويبقى حاجز مكانه، ما يتشالش من مكانه. عشان ما تتشالش من مكانك في النادي الاهلي انت مش عايز مجهود مباراه ولا اتنين ولا تلاته، لا انت عايز استمراريه على طول الخط. ولازم ده بقى تبقى قلقان من حاجه واحده، تقلق على مكانك، تقلق ان انت ما ينفعش النهارده انا وحش معلش، لا لا لا. طب هو السؤال هنا يا كابتن، بسبتك يعني مدير فني واشتغلت كمان في النادي الاهلي فتره كبيره جدا، هل النهارده لما تيجي تتكلم على الصفقات الجديده هل بتنتظر عليها ماتش واثنين وثلاثه، ولا هم من بدايه الدوري النهارده قدموا رساله وعبروا عن نفسهم؟ بص يا ايمن، هو انت ما بتجيب صفقه، انت ما بتجيب صفقه لسه عايز تكتشفها او لسه عايز تشوف اذا كان حلو ولا وحش، انت متاكد ان لعيب كويس. كل اللي بيخليك تستنى شويه عليه حته التاقلم كويس، هو اما يلعب هيبقى ايه شكله مع الناس الجديده دي. لكن انت كون ان هو حلو او وحش انت متاكد ان هو كويس، مفيش حد لعيب بيجي في النادي الاهلي وحش. بس هو لما يبدا البدايه دي يعني تقدر تقول ان هو صفقه كويسه، لا عنده حاجات كويسه، لا قدم اوراق اعتماده النهارده كويس، هو الصفقه كويسه وعنده امكانيات وعنده مهارات وعنده، لكن امتى هيعلم مع الجماهير او هيقدم اوراق اعتماده دي بتفرق بدايه المباراه. النهارده كل الصفقات الجديده قدمت اوراق اعتمادها بجداره كلهم، يعني خصوصا بيرستاو مكسوني كان مكسوش شفناه قبل كده وقلنا هو عنده مهارات كويسه، بس عايز تحس عايز ايه اللي هو اهدى شويه وحركاته ملعبه تبقى واعي شويه. النهارده لو عملت مقارنه بين النهارده وبين اول مباراه لعبها هتلاقي في فرق جامد قوي، فرق في التحرك، فرق في تصرف الكوره، فرق ازاي يروح في المكان الفاضي، فرق في التحرك مع الناس اللي حواليه، الحاجات دي كلها هو بيكتسبها مع اللعب كتير في مباريات. لكن الصفقه انت متاكد منها، مدى تاقلمه مش بتاعتك انت، بتاعته هو اللي بيحدد، هو اللي انا عايز ابقى موجود في الفريق، هو اللي بيتعب نفسه. انت قصدك على الاستمراريه، على الاستمراريه، على اللعيب نفسه. المدير الفني بيعمل عين هو بيقدمك ودايما بيقدمك في احسن شكل واحسن حال، ودي مهمه المدير الفني ان انا ازاي ابقى جايب صفقه جديده اقدمها امتى. مهم قوي التوقيت ده بيفرق معاك انت كلاعب كوره، مهما كنت لعيب كويس التوقيت بيفرق معاك. لو التوقيت انت فرقتك مش ملخبطه ومش فرقه مش الفريق اللي انت متعود تشوفه انت هتتعب، غير لما تخش الفريق الاداء مطمن جدا، نتائجك كويسه قوي، كل الدعم معاك، فانت ما عندكش مشكله انك تروح نازل، انت خلاص نازل عندك ثقه في نفسك ان انت هتبقى كويس النهارده. مهم قوي لعيب الكوره لما ينزل دايما الملعب هو من جواه عنده ثقه انه يبقى كويس. لو انا نازل الملعب مهما كنت لعيب كويس ما عنديش ثقه في نفسي هفقد نص لعبي ونص مهارتي، لكن هي كلها انا موجود في النادي الاهلي عشان انا لعيب كويس. ده بره الملعب، جوه الملعب بقى اثبت ازاي انا لعيب كويس، زي مثلا احمد عبد القادر. انا بتكلم احمد عبد القادر ليه؟ لعيب الكوره زي احمد ده، لو لقيت احمد ده عنده ثقه في نفسه كويسه جدا، هادي جدا، عايز يبقى كويس، عايز يبقى لعيب كوره كويس. انا دايما بحب لعيب الكوره اللي ما تحسش بيه، اللي بثانيه تلاقيه قدام الجول، هو ده احمد عبد القادر من النوعيه دي، اللي هو في الثلث الاخير في ثانيه تلاقي احمد عند الجول، في ثانيه ينكر يصنع لك هدف، في مميزات كتير جدا، عنده سرعه اداء ممتازه، مهاري كويس قوي، ثقته في نفسه عاليه جدا، الهدف اللي جابه ولا تعصب ولا حاجه خالص، بالعكس واحده والثانيه ولما الجول طلع راح عملها. وعايز اقول لك حاجه كابتن علاء كمان، احيانا الواحد لما بيبقى بديله وبينزل بياخد وقت شويه عبال ما يخش في اجواء المباراه، خصوصا لما يكون انت لسه صفقه جديده. يعني انت عايز تخش في اجواء المباراه بسرعه وعايز تثبت ان انت كويس، هو الحتتين دول هو عدى منهم، عشان كده بقول لك هو نوعيه لعيبه كويسه. يعني ممكن يبقى عندك لعيب كويس ومتاكد 100% ان هو كويس ونوعيته هايله، بس عشان يثبت نفسه بياخد وقت. احمد لا، احمد ورق اعتماده انت مقدمه من زمان، يعني الناس كلها قالت لك اصل هو كان بيلعب في سموحه اما يجي النادي الاهلي هيبقى حمل خالص. نوعيه احمد عبد القادر دي هو احمد بتاع سموحه، هيزيد لما يجي النادي الاهلي، اختلاف اللعيبه واختلاف الامكانيات طبعا، هو في اي مكان هو الشخصيه موجوده. يعني احمد شخصيته اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف بيقول لك شخصيه اللعيب النادي الاهلي موجوده. هي ده اللي بيفرق بين واحد لواحد، انت شخصيتك ايه؟ هو لا، هو لعيب ممتاز. والهدف اللي جابه كمان حسين لعب له الكوره شايف، يعني انا في لقطه بشوفها بس شفتها دلوقتي لو جبنا الهدف تاني
حسين هو بيلعب الكره بالعرض، هو شايف بيلعبها لمين، هو مش لعبها يعني لما يجي الهدف ده هو مش لعبها بالعرض وبس، لا حسين هو شايف احمد ولعبها لاحمد، عشان كده خد وقته كويس قوي وهدف حلو قوي، عشان كده بقول لك احمد لعيب مبشر، كل ما ياخد فرصه مهما كانت الوقت قليل كل ما هيثبت ان هو كويس. كابتن عادل خليني اتكلم في نقطه يمكن كلكم اتكلمتوا فيها، طريقه اللعب النهارده. طيب الاستمراريه شيء مطلوب، هنبص على الاهداف. طيب ان ادي الهدف الاول يا كابتن عادل. بدايه من تحت طبعا، اتفضل نكمل ماشي. بص المساحه، التحرك كويس، استلام، النزول، الفرود، عشان كده اتكلمنا ان ما بنلعبش بفرود صريح صريح اسحر بصري، ولكن بينزلوا، عشان اللي انا قلت لك عليها كابتن ايمن ان المدافعين بتوع النادي الاسماعيلي كانوا بيسيبوا الفرود بينزل لتحت ما بيمسكوش، بيلعبوا منطقه. كمل نكمل. بص يا كابتن معلول فين، نكمل. وينج ليفت، ما عشان ده داخل لجوه كمان ضام. وينج ليفت واكرم فين برضو، ما هو عشان في اتنين مكان. الجميل في الامر لما حط جسمه قدام اللعيب، اي لمسه بينالتي، يعني اللي هو ايه يا كابتن، في بنالتي اللعيب بيعملها بذكاء، وقف قدامه علشان يضربه، فاهم، او عشان يشده. لا دي افضل حاجه، لكن الباص نفسه والتحرك صح. علي معلول كان بيبدا من النص الفوقاني زي ما قلت لك، اكرم برده كان بيبدا على طول من نص الملعب، فتحس ان انت خانق فرقه الاسماعيلي، نزول التاو لتحت وبيعمل الباص وان تاتش، فتح مساحه لا مركزيه الثلاثي الهجومي اللي قدام، قفشه كمان مفضي نفسه من الاول. بص قفشه فين هنا، وقفشه احسن حاجه فيه حسيت رجله في الباص ورؤيته. قفشه دايما لما قبل ما الكره بتجيله بيشوف، ولو ما شافش ولما الكره بتجيله دي عنده الرؤيه الاماميه، يعني مش من اللعيبه اللي بيبص لتحت او بيبص لتحت رجل او بيبص ان يرجع الكره لورا. قفشه كل لعبه بتبقى حاجه مؤثره بتتلعب على قدام. عنده كمان ميزه يا كابتن عادل ان هو بيعرف كمان ياخد قرار ثاني في جزء من الثانيه، اكيد يعني لو الدنيا اتقفلت قدامه هو كان هيلعب لحد في جزء من الثانيه بيعرف يغير وياخد قرار جديد. خد بالك كمان وفي ميزه اتعملت له قفشه، قفشه احنا معترفين اهو قفشه بيلعب بدماغه بيزحلق الكره عشان تاو يروح ويجيبه، لكن انا عاوز اقول لك كلمه على قفشه بالذات. قفشه لما يلعب في اكتر من مكان امامي هتفيده وتزيده. صحيح. ده لما ما يتقالش عليه لما بيعرفش يلعب اللي هي مكان. ممكن تجيب لنا الجول ده تاني بعد اذنك كابتن احمد بلال؟ عايز هتلاقي الرقصه دي بس الاول. لا 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 انا عايز الجول التاني من الجول التاني من اوله، الجول التاني من اوله. الرقصه دي يا كابتن، الكوره ما كانت مع النادي الاسماعيلي يا كابتن. ماشي. بص الضغط بقى، الضغط اللي طويله، ضغط جيد جدا، اكبر لاعب الاسماعيلي ان هو يلعبها كره طوليه. تمام. لعيبه النادي الاهلي السكند بول اللي كنا بنفتقدها في كل الاوقات، يعني دي مهمه جدا جدا يا كابتن. انت كل معظم الماتشات اللي فاتت او اللي قبل كده الكره الثانيه بتفتقدها. تحرك هايل جدا، هو ده الربط اللي بنتكلم عليه يا كابتن. بص شخصيه بيرسي تاو هنا بقى، لعيبه عنده مهاره. يعني خد بالك، يا ظهرت المهاره في اول استلام له على الخط. لما خد الكره حطها من ورا من ورا، خلاص لعيب جريء عنده شخصيه، يعني ده يبان ان هو لعيب عنده شخصيه. برده هو يعني لعيب جاي من الدوري الانجليزي، لعب في الدوري البلجيكي مع فرقه كويسه، خلاص عنده شخصيه، عنده يعني عنده امكانيات وعنده ثقه في نفسه وعنده شخصيه. النهارده اول ماتش ليه مع النادي الاهلي، ما عندوش الهيبه رغم اختلاف الاجواء طبعا، يعني بتلعب في الدوري الانجليزي وجاي الدوري المصري، الامور مختلفه بكتير جدا 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 في كل الاشياء، ولكنه اظهر في بدايه في اول ماتش بالنسبه له اظهر قدراته واظهر ثقته في نفسه. يعني الكره اللي اتلعبت دي فيها ثقه في النفس كبيره جدا، يعني اي لعيب تاني ممكن يحط بيمين ويحط في الجول وخلاص وانا عملت اللي عليا وانتهى الامر حتى لو ما جاتش جول، لكن النهارده هو بيوقف الكوره بشكل كويس. خلاص اتلعبت بالعرض، يعني هات بس الكوره كده يا كابتن، بص الكوره خلاص، يعني بص وقف الكوره كويس، خدمته لكنه حطها برده بشكل جيد. كابتن شريف انت قلت لي في الكوره دي على الاستلام، استلام بيرسي تاو للكوره، ممكن نرجعها تاني بعد اذنكم، نجيبها تاني. ايوه، وهي بتتلعب، لا وهي بتتلعب بالعرض البيرسي تاو، تبتدي من هنا. بس وقف عند الاستلام، رائع فيها يا كابتن بصراحه يا كابتن مجدي، قفشه رائع فيها جدا. بص الاستلام بقى يا كابتن شريف اللي انت كلمتني عليه، اولا التحرك وطلب الكوره كويس، هدوءه في استلام الكوره هنا، مش استعجاله زي ما بلال بيقول لك انا ممكن انا وهنا جايالي اروح حاططها،
على طول جت ودي الاسهل يا كابتن شريف. ودي اسهل بالنسبه لي انها تبقى اقوى. وفي حاجه ثانيه يا كابتن عملها ثاني مره سبق المدافع وبرضه حطه في ظهره. بص يا كابتن ايمن معلش حطه في ظهره مكسيوني الاولاني. ودي برضه اللاعب ده عنده انت عارف كابتن شريف الاصعب انك توقف الكوره لان احتماليه طبعًا. فقدانها يعني 60-70%. بس كمان يا بلال ايه ما حدش يقدر يلمسه هنا. انا معاك استلم لو استلم خلاص انتهت على اي شكل مش يا جول يا ضرب الجزاء صح. بس احتماليه فقدان الكره وانت بتستلم اكبر احتمال كبير مزبوط. لان انت المسافه بينك وبين الجول مسافه صغيره جدا احتماليه صغيرة. تنفيذ الهجمه بهذا الشكل في لاعب لسه اول مره في هذه المجموعه في بدايه مشواره مع الفريق ده لعيب زي ما انت قلت ذو شخصيه طبعا كابتن انت محتاجه صح محتاج حتى بيدي كل اللي حواليه ثقه انك لما هتدي له الكره هيعرف يتصرف فيها. خلينا بص الضغط النادي الاسماعيلي مثلا هنا يا كابتن علاء بس وانت معاك اتفضل يا كابتن بس بلان. لو عدت الجول تاني يا كابتن اللي عجبني في الجول اكتر تعامل مجدي قفشه مع الكوره يعني ممكن اي لاعب تاني يستلم الكوره فيعطل نفسه سأستلمها بوش رجل الخارج من الداخلي يعني انت لو بصيت للكوره هتلاقي ساب الكوره قدام نفسه مساحه ممكن نرجع الجول الرابع من اوله نرجع الجول الرابع من اوله عايزك تشوف الكوره والعرضيه اللي بص الكوره من هنا بص ادي 1 2 3 خلي بالك في ضغط من لعيب نادي اسماعيل 5 بص يا كابتن علاء ضغط واحد رؤيه وعمار السلم في وسط خماسي نادي الاسماعيلي خماسي ملوش لازمه 6 7 بكل هدوء بتتناقل الكوره وبتتقدم وبتكسب ارض عشان المساحات قدامك فاضيه طبعا يعني بس انت بتصرف كويس دايما دايما انت زياده لعيب في ميزه دايما وانت كده ناقص لعيب يعني استنى انا اقف هنا شويه الميزه اللي هنا ايه في كل الكره لما طلعت من المدافعين لحد ما وصلت لحسين ان انت بتباص الكره وبتلعب لقدام صح والمساحه موجوده تلعب لقدام والمساحه موجوده وانت ناقص لعيب على فكره لكن في عندك مساحات لعيبه الاسماعيليه مش ما فيش فرق خالص يعني فانت كل ما المساحه قدامك فخلاص العب لقدام هنا استلام من حسين زي ما كنت بقول لك يا ايمن ان حسين ما لعبش الكره كده وخلاص حسين شايف احمد عبد القادر فلعبها له يا دوب على الارض كمل بقى عادي جدا هنا كمل هنا شخصيه احمد بقى استلام ما استعجلش عمل شوط استلام تاني واخد واحده واثنين لحد ما الامور بقت بالنسبه له سهل طبيعي جدا هنا لو واحد لسه بادئ ومع النادي كان اول واحده وشاط عملها مجدي محمد مجدي بس كانت من بره شويه قبل الجول ده لكن هو عنده ده شخصيته هو متعود على المواقف دي فمش فارقه معاه الموقف ده اهلي من سموحه من اي حاجه انا بتكلمش على لون الفانيلا او النادي انا بتكلم على انت ايه كشخصيه هنا خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه الموقف ده صعب جدا جدا على فكره مش سهله والله لا الموقف يعني صعب جدا حسين على فكره انا عاجبني حسين اقف هنا بس بص اول لحظة. واحده كويس هنا عمل هيشوط خد واحده كويس الطبيعي ان بعد دي هشوط مزبوط. لا راح واخد واحده هو بص هو دايما يعني اللعيب الحريف واللي عنده ثقه في نفسه هنا هو بيدور على انسب حاجه ليه هو فبيحاول كل ما بيلاقي مدافع بيبعد بس بيبعد والكره لازقه في رجله عشان لما يلاقي اللحظه المناسبه اللي يطلع فيها حارس المرمى يقدر يحطها بالشكل ده دي شخصيه اسمها شخصيه لاعب ملهاش يعني ملهاش دعوه بحاجه خالص هو كده هو احمد لو في اي مكان وجات له الكره دي هيتصرف فيها كده ان هو متعود على كده عنده ثقه في نفسه كويس الكره دي جات لك فين قبل كده؟ ما عنديش مشاكل دي جات لك كتير على فكره عشان كده بقول لك هو مرتين في كاس مصر في كاس مصر المصري مصر المصري انا فاكره هو وجول وعمل نفسه هيروح لامم وهدوءه فين بقى؟ في الدقيقه 90 ايوه فاكره ده بتبقى شخصيه اللاعب وفي ابو احمد عادل بتبقى شخصيه اللاعب هنا وفي ابو احمد عادل وفي ابو احمد عادل الله يرحمه شوف الظروف الله يرحمه ده علاء موهوب اهم حاجه لعيب واحد بقول لك ايه ربنا يكرمه اهم حاجه للفيرود لما بيحط اللعيب ورا ظهره جوه ال 18 انت تقول له ايه؟ انت بتقول له في الوقت ده الحمايه بتبقى مع الحكم. ايوه اول ما تحط المدافع في ظهرك خلاص حمايتك مع الحكم. صح انت بالعكس انت تخليك تقيل ما تتصرفش بسرعه اللي وراك مش هيعمل حاجه. صحيح دي حاجه مهمه جدا. كابتن يا ريت لو معانا كمان ارقام بيرسي تاو واحد من ضمن الصفقات الجديده النهارده نشوفها على الشاشه. كابتن عادل برغم المجهود البدني المبذول الشوط الاول توقع البعض ان المجهود البدني يقل شويه الشوط الثاني ولكن على العكس تماما هو اللي حدث انت ركبت كمان غير فنيا بدنيا كنت متفوق على الاسماعيلي لحد اخر مباراه برغم ان انت لعبت 10 لعيبه في فتره من فترات والله انا حاسس يا كابتن من التقارب الخطوط بتاعتنا اللي قللت كم الجري بتاعنا بمعنى
فاكر لما كنا دائما في الاستوديو بنتكلم على بدر بنون وايمن اشرف عاملين عمق دفاع كبير قوي، فمساحات الملعب بتبقى كبيره. ايوه حتى علي معلول لما كان بياخد من تحت من اول ال 18 تحت لل 18 الثاني، علي معلول اول وقفه هو واكرم اول وقفه ليهم على نص الملعب. عشان كده كم الجري بتاعنا كان بص يا كابتن خلينا الصوره دي بعد اذنك، خلينا الصوره دي. بص يا كابتن عادل، ده اللي انا كنت بقوله لك وانت والكابتن علاء مايوم على حته الالتزام بتاع لعيبه نادي الاهلي والميل والميل طبعا وكل اللعيبه دلوقتي الكره قدامها، تمام، تنظيم دفاعي جيد، تمام، وقوف صح، تمام، الكل ملتزم، اوكي. الكلام ده افتقدناه كتير جدا السنه اللي فاتت. يا كابتن اهم ما في الموضوع انك لازم الديفنس بتاعك يبقى طالع مع نص الملعب. لو ما عملتش الجاب الكبير ده هتلاقي المساحات قلت، هتلاقي يعني بص يا كابتن انت دلوقتي انت في الحالات اللي زي دي كنت بتلاقي الناس تحت على 18 لكن قريبين من نص الملعب، الكره بص فين وانت في 20 متر بس او 25 متر كبير. بالكتير مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه تقارب المسافات. بص بقى في حاجه مهمه عايز اقولها لك، لو عديت ما بين كل لاعب للاعب هتلاقي الخطوات، يعني مثلا ايمن اشرف واللي جنبه ده حمدي فتحي، ايوه هتلاقي عد دي من حمدي فتحي لبدر بنون، عد دي من بدر بنون للناحيه الثانيه اكرم، عدها عد من عبد القادر لسليه. صحيح صحيح. انت قافل المساحات هتلاقي لا هتلاقي المساحه واحده. بمعنى اني مفيش جاب ما بين ده، مفيش 15 متر واتنين جنب بعض في 5 متر، لا في انتشار. ده يعتبر الانتشار. يعني بلال قال كلمه مهمه جدا، قال لك احنا الماتش ده خدنا الكره الثانيه على طول عكس الماتشات اللي فات. اوكي ليه؟ لان احنا مقربين مسافاتنا كلها مع بعض. اول ما الكوره الانتشار بتاعك جيد، الكوره كانت الاول لما بيبقى في بص الكره دي يا كابتن عادل، بص احنا ماشي. عندنا الثلاثه الاخرانيين فين؟ اوكي في نص الملعب. ايوه ما هو انت دي بص يا كابتن، طول ما انت خانق الفرق وانت المدافعين بتوعك على نص الملعب والكره معاك، انت مش هتقدر تخليهم يلعبوك لعب كونتر اتاك، مش هيعملها عليك. عارف ليه؟ لانك انت هتقطع من فوق، مساحتك هتقرب، انت ماسك مان تو مان وتقطع من مكانها. اهم ما في الموضوع يا كابتن، لما الكوره تكون معاك وانت بتهاجم ازاي هتدافع؟ وانت بتدافع ازاي هتهاجم؟ ودي هي دي كره القدم، التحول من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع. والحاجه المهمه كمان بعد كل ده انك انت ازاي تستخلص الكوره من مكانك. من مكان ما تتقطع من عندك، انت نادي كبير كده. فالسؤال بتاع الكابتن ايمن اللي انت قلته، رجوعنا تاني شوط احنا احسن كمان ولياقه بدنيه عاليه رغم الطرد ده من تقارب. وحاجه تانية مهمه بلغه الكوره، انت النهارده ما ضيعتش جول. ايوه انت اللي جالك جبته. اقول لك حاجه، من اقل الماتشات فرص النادي الاهلي، تخيل النهارده بس عرفت تستغل الفرص دي كويس. ده اللي انا بقولها لك، لو عد في ماتشات كنت بتروح على الجون 18 مره ايوه تكسب 1-0 او تتعادل. النهارده رحت على الجون بالكتير 6 مرات جبت منهم 4. ايوه ده انتاج فوق يعني عالي جدا. لو انت مشيت بالمعدل ده يا كابتن، لو مشيت بالمعدل ده صدقني محدش يقف قصادك خالص. كابتن احمد بلال، كنت عايز اتكلم معاك على بيرسي تاو، وادي ارقام بيرسي تاو معانا النهارده. لعب 67 دقيقه، طبعا جايب جولين، فرص الفرصتين اللي جوله جابهم جولين، والتصويب صوت على المرمى 2-2، وكان متحرك ومن نجوم اللقاء ان ما كانش نجم اللقاء. انا بعتبره نجم اللقاء النهارده بيرسي تاو. تمريرات صحيحه كمان يا كابتن 10 من 16، مراوغات صحيحه 3 من 4، والالتحامات الهوائيه 2 من 4. خد بالك كابتن ايمن برضو فرقت معاه الجاهزيه برضو النهارده، يعني هو برضو بقاله كتير بعيد عن الماتشات الرسميه، هو برضو مكسوني، وده اللي اتكلمنا فيه يعني الكباتن اتكلموا فيه يمكن ما بين الشوطين او اثناء اللي احنا بنتفرج على الماتش، قلنا ان ممكن يكون اول تغييره بالنسبه للموسمين او تغييرتين ممكن يكون مكسوني وبيرسي تاو، لان هم يعني الجاهزيه البدنيه ممكن ما تساعدهمش ان هم يكملوا ماتش النهارده، وبذلوا مجهود جامد جدا، وبذلوا مجهود كبير جدا 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 النهارده. وانت كلاعب بتبقى محتاج التوفيق في البدايه. صح يعني النهارده بيرسي تاو الجول الاول هو موفق فيه،
بالرغم ان هو يعني رقص كويس قوي وراح كويس وعنده جرأه وحطها، لكنه موفق فيه لان خبطت في رجل المدافع وراحت في الزاويه ده، فده توفيق. فانت كمدرب وكلاعب انتوا الاثنين بتحتاجوا التوفيق. انت كمدرب طبعا. عشان بتبتدي بلعيب بقى له فتره كتير فتره كبيره ما بيلعبش، فمش جاهز بدنيا بالنسبه لك، فانت بتاخد، مش عايز اقول بتاخد الريسك تمام، لكن انت يعني بتحط امالك في اللعيب اللي موجود قدامك ده، خلاص انت اخترته وعولت عليه، انت اللي مختاره يعني، ده اختيار مستر موسيماني، فانت حطيته قدامك وده وضع طبيعي. خد بالك بس ان هو كان عند حسن الظن بتوفيقه النهارده طبعا. هو لعيب واضح لو تشوفوا سيد عبد الحفيظ راح بارك له بعد الجول ده، بارك بعد الجول، بارك لموسيماني ايده زي بمعنى حسن اختيار، حسن اختيار ومبروك يعني، انت اللي عملت الاختيار ده وكسب الرهان طبيعي يا كابتن. طبيعي، هو اللي جايبه، هو اللي اختاره، هو اللي قال انا عايز اللعيب ده وعلى مسؤوليته طبعا. والنهارده بيكافئ يعني بيرستاو بيكافئ موسيماني النهارده على الاختيار، مش بس علشان الماتش، عشان الاختيار بتاعه. التوفيق مطلوب فيما بعد، الاستمراريه مهمه جدا جدا جدا. قد يجوز ان البدايه جيده لكن فيما بعد انت بتنتظر من لعيب كبير انه يستمر يا كابتن. صحيح، بيرستاو ادى اداء جيد من وجهه نظري، هو مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري الشخصيه، لان الجول الثاني بيؤكد ان في لعيب عنده شخصيه وعنده امكانيات وعنده قدرات. يعني ممكن نقول حتى الجول اللي سجله بعد كده برضه جول، الاختيار الفينش بتاع الكوره برضه اختيار صعب بالنسبه له، وحط الكوره في الزاويه البعيده وخدها بشكل كويس. فالنهارده انت بتتكلم قدام شخصيه، يعني لعيب عنده شخصيه، عنده كاريزما، يعني شخصيته متناسبه ومتناسقه مع شخصيه النادي الاهلي. وزي قلت زي ما قلت برضو المسافه كانت قريبه جدا جدا بينه وبين احمد عبد المنعم. صعب صعب صعب، يعني مسافه صعبه جدا، تصرف الاختيار بيبقى صعب يا كابتن، لكنه موفق فيه، وده شيء جيد بالنسبه للعيب عنده امكانيات وعنده شخصيه. خد بالك لو كانت المباراه خلصت وبيرستاو ما قدمش يعني ما يليق به، كان هيبقى الامور صعبه عليه وعلى موسيماني الاثنين، على الاثنين، عليك لعيب في البدايات وعلى موسيماني عشان اختيار. المقارنات بالقديم مقارنات بتبقى صعب، الزمن مختلف شويه، يعني ما ينفعش نقول اصل ده زي فلافيو خد الفرصه ويقعد سنه ويجيب اجوان. انت مش زي زمان، ولا الفرق زي زمان، ولا الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي جنبك زي الكواليتي القديمه، الامور مختلفه، كل الحاجات مختلفه، ولا الظروف زي زمان. لا، وفي حاجه كمان، في ناس بتصطاد في الماء العكر، فكانت مستنيه اي حاجه عشان تقول لك ده بص مستر موسيماني هو اللي جاب اللعيب ده. طبيعي، مستر بيحصل، في ناس كانت مستنيه، بيحصل كتير جدا لكنه لعيب جيد جدا، لعيب سريع، لعيب عنده مهاره، لعيب عنده شخصيه، فانت قدام لعيب يكاد يكون مكتمل، لكنه طرق اللعب هل هتستمر بنفس الطريقه كده؟ يعني هل مستر موسيماني الماتش الجاي هيلعب بنفس الطريقه؟ هل هيواجه البنك الاهلي فريق يعني بيلعب تقريبا 9 لعيبه واحد قدام؟ نفس السؤال ده انا كنت هتكلم بنفس الاسلوب، ولكن لا انا بسال مش هجاوب. لا لا انا كنت هسال كابتن شيكابتن، ما انا هرد وانت تروح على طول مجاوب. انا كنت هسال على حاجه بس هو يمكن بلال قال اللي هو كابتن علاء ان من نجوم مباراه بيرستاو، وكمان نتكلموا على محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه النهارده من ضمن المباريات الجيده جدا جدا اللي هو عملها النهارده. يمكن لو معانا كمان ارقام محمد مجدي قفشه اهي، يعني الاعداد والاخراج على طول، لحقوني على الهوا على طول. بص يا ايمن اقول لك على حاجه، برجاوي عامل شغل عالي، من 96 دقيقه مجدي قفشه عمل اسيست اثنين، شغل هايل للناس اللي معاه بصراحه. انا حاسس ان انا في استوديو في انجلترا والله. لا ما شاء الله، صنع فرص ثلاثه، شغل عالي. بقول لك ايه باسز ايمن، 30 من 37 تمريره صحيحه. طيب بقى نشوف، وعمل 3 من 2 كي باس اسيست، عمل 2، عمل بيك تشانسز جريتد 3، باسز اكورد 37 من 37. نقول انت وانا هترجم. باصص 2 من 3 يعني مفتاح الباصات اللي هي كانت مثمره 2 من 3 بالظبط، يعني برضو من ارقامه من ضمن نجوم المباراه النهارده. راحت رايت فوت من ناحيه اليمين. حسسني النهارده راجل برجاوي النهارده برجاوي الشاطر طول عمره في الانجليزي كمان. بيرستاو النهارده بص هقول لك على حاجه، بنشكر قسم الجرافيك طبعا كابتن شريف اللي عندنا في القناه، هم اللي عاملين الشغل الجميل ده. جرافيك مش مرجاوي، يعني الجرافيك بس لا مرجاوي معاهم يعني، لا ما هو موسيماني برضه، هو ما هو موسيماني بتاع الاستوديو. بقول لك راجل بيرستاو النهارده فتح نفس اللعيبه كلها، بقى كل ما يديله كوره بيعرف يتصرف فيها. مكسيوني في الحركات اللي هو بيرجع جري وبيعمل بيغير
مكانه من الملعب ويبتدي باص وبعدين يقطع في ثرو باص فياخد زي ما قالوا الكباتن خد العيب في ظهره خلاص فعمل ضربه جزاء. علي معلول جاب الهدف خلاص الفرقه كلها نفسها اتفتحت ما بقاش في غربه بين اي بريتاو ولا مكسيوني ولا الشكل اللي كان بيدور عليه المدير الفني لقاه وبالماكسيمم مش مثلا النهارده عدى لا ده عدى النهارده بجولين للراجل الجديد اللي احنا كان نفسنا نشوفه وبنسمع عنه مكسيوني في الحقيقه 60 70 80% النهارده كان هايل. بقيه اللعيبه بقى عندها حاله وبكررها تاني تنافسيه جديده جدا وعملوا زي ما انت السؤال اللي كان في راس بلال قاعده عريضه جدا من اللعيبه النهارده كويس فالنهارده يقدر باي تشكيله يبتدي بيها المباراه الجايه عنده خلاص عنده احمد عبد القادر وعنده بره محمد شريف عشان ما ننساش برضو عنده طاهر كمان عنده طاهر ما اعرفش فين الانذار ولا ايه عنده كهربا برضو ما اشتركش عنده عمار حمدي وعنده حسام حسن اشترك النهارده محمد هاني النهارده كان ليه حسين الشحات النهارده وعلى قدر انما كان نزل عمل جول بقى عنده قاعده عريضه كبيره جدا من اللعيبه كلها اللي احنا بندور عليه ده اللي هيساعدك على الاداء والفوز وده اللي احنا بنحمد ربنا عليه النهارده. كابتن علاء خلينا اكلمك على المباراه اللي جايه النهارده مستر موسيماني في الطريقه لما بدا 4 3 3 وتحولت في اثناء مجريات المباراه 3 4 3 بعد طرد ديانج هيغيب عن المباراه اللي جايه ولكن اسلوب اللعب او سيستم اللعب النهارده اثبت ان رؤيه مستر موسيماني صحيحه في المباراه دي معنى ان ديانج يغيب المباراه اللي جايه مين البديل هل مستر موسيماني هيغير طريقه ولا هيحط بديل لديانج ويلعب بنفس الطريقه اللي هو مين البديل بقى ايوه وجهه نظري اقول لك انا وجهه نظري قول انا من وجهه نظري عمار مفيش غير عمار اساسا مفيش غير عمار ينفع في المكان ده في التوقيت ده كويس. لو هيلعب بنفس التشكيل او بنفس الطريقه بمعنى اصح ما انا دلوقتي بكلمك على حاجه هي النهارده اثبت كفاءه عاليه جدا بالطريقه دي جدا ولو انت كسبان هو يقول لك ايه دايما في الكوره بنقول ايه اللي كسبان بيلعب برافو عليك كويس فطبعا مش هنلعب كتير في التشكيل دي حقيقه عندك مشكله ان ديانج مش مشكله انت مش عندك كلاس كتير خالص يعني. عندك لعيب هيبقى ناقص ديانج ديانج كان ضمن الثلاثي بتاع وسط الملعب كويس شيل ديانج تحط مين عمار لو هلعب بنفس الطريقه ما احنا بنتكلم بقى الماتش الجاي وعندك حاجه فكر مستر موسيماني بس هناخد تاني بس هناخدك كابتن عادل احنا دلوقتي عندك ايه يعني لا هنروح لكابتن عادل هنروح لكابتن عادل بس عايز في ايه ايه عندك ايه حاجه تاني لما والله عشان بحب اتناقش انا عندك اقرب وتودي محمد وتودي هاني تبدا بيه لا طب ماشي اقرب لما يجي ماشي يا كابتن عادل اللي جاي ما هي هتفرق انت دلوقتي انا اقول لك هتفرق بين اكرم وعمار ازاي هو هيلعب بنفس الطريق كويس لان الطريقه دي اثبت نجاحها النهارده تمام شيل ديانج لا مش بالضروره يا كابتن استنى بس مش بالضروره لا مش بالضروره طبعا طيب هو جايز النهارده هو بدا النهارده كده عشان الاسماعيلي كفريق الاسماعيلي كويس ان هو كان عامل يعني تقدير للنادي الاسماعيلي لعب بالشكل ده وجايز بيجرب الطريقه دي النهارده اشوف ايه مدى فعاليتها مشيت كويس اقول لك حاجه لو انا منه وكنت بجرب الطريقه دي النهارده والفعاليه بتاعتها كده مع التغييرات مع كم اللعيبه اللي عندي انا هلعب بيها تاني الماتش الجاي كويس قوي ليه؟ اي مدير فني بيبدا بشكل بيفكر فيه وبيشوف مدى نجاح الطريقه دي لو ان الطريقه نجحت مثلا 50% ولا حاجه كويس بيبدا هو بالنسبه له نسبه موجوده بالنسبه له هي نسبه كويسه انا هكمل بيها لكن النجاح اللي النهارده انا ماليش دعوه في الاسماعيلي خالص ماشي انا بقيس نجاح الطريقه على المنافس انا بقيسها بمدى تاديه لعبت انا برافو عليك تنفيذها في الملعب التنفيذ في الملعب كان ايه ماليش دعوه بالاسماعيلي خالص خلاص الاسماعيلي دلوقتي بعدين التنفيذ النهارده لو خدنا الاراء كده عدى 75% مفيش اخطاء فيها خالص غير حاجات بسيطه جدا وحاجات تعدي ومش مقلقه وما عملتش عليك اي مشاكل لو انا هبدا بنفس الطريقه مع تغيير في حاجه واحده لو انا غيرت عمار بديانج او ديانج بعمار انا كسبان حاجه كسبان عمار في نص الملعب هجومي اكتر هجومي اكتر وتصرفه في الكوره ممتاز جدا ما عندوش مشكله وعنده اتنين هيساعدوه في حته الدفاعيه دي ان هو
سليه وحمدي فتحي مش هيعملوا مشاكل خالص فيها. عمار اولا سنه صغير بدنيا ممتاز بيلعب في المكان ده مجهوده هايل بيعرف يتصرف في كل منطقه في الملعب شخصيه مظبوط يعني عمار في نص الملعب تاخد منه ويمكن عادل هيتفق معايا عشان عادل احنا عارفين عمار كويس قوي تاخد منه الشغل بتاعه مليون في المية هايل في نص الملعب ومساحات قدامه تمام بيعرف يتحرك لقدام بيعرف يعمل تمرير بيعرف يروح المكان الصح ممكن يروح لك ناحيه اليمين انا كنت لسه اقول عمار يعني عمار انا صممت جبته انا اللي جبته عمار كويس عمار لو راح ناحيه اليمين او اعترف من الاطراف هيتصرف بطبيعه سهله جدا لان حسام جربه قبل كده في الاتحاد وما كانش بيلعب كان بيلعب زي ايمن يعني صح رايف فعمار بيعرف يتصرف في كل اجزاء الملعب الى جانب ان هو مهارته الشخصيه لعيب ممتاز ممكن يعمل لك حته ممكن ما عملهاش ديانج حته الاختراق اللي كان اللي عملها احمد عبد القادر ممكن عمار بيعملها انا بكلمك ليه ايمن في الفرصه اكتر لعمار مفيش فريق هيهاجم عليك انك تقلق انك تلعب واحد مدافع زي اكرم يعني هتكتفي باثنين وواحد عنده حريه ان هو يكمل قدام او عنده حته هجوميه اعلى شويه انا دايما لما بنتكلم على نص الملعب بقول لك انا بحب اما العب ثلاثه ما مش بحب الثلاثه شبه بعض بحب حته التنويع التنويع هنا هيفيدك انت لو جات لك دي وانت اتصرفت فيها ولعبت عمار نسبه النجاح هتبقى ممتاز يفيدك انت في نص الملعب ويديك افضليه على الخصم خصم جامده جدا وهتدي ثقه لعمار كويسه وعمار مش محتاج ثقه عمار نفس الشكل كده بتاع احمد عبد القادر هما الاثنين نفس الدماغ مفيش رهبه مفيش خوف بيلعب بحريه بيلعب بانطلاق عايز يلعب الكابتن بيقول لك عايز كل واحد عايز يقول انا موجود تخيل انت لو اديت الفرصه دي لعمار المباراه القادمه ومهما كان المباراه القادمه عمر البنك الاهلي ما هيعمل لك ضغط هجومي مقلق يعني اما تيجي تقيس قوه الاسماعيلي والبنك الاهلي كفرقه كبيره هتصنف الاسماعيلي الاول النهارده الاسماعيلي ما عندكش ما فيش اي خطوره خالص البنك الاهلي عمره ما طمعان فيك بس نتيجه المباراه ممكن تدي بعض الدوافع لعيبه النادي الاهلي البنك الاهلي البنك الاهلي الدوافع ايه ان هو ما يخسرش الانذار اللي اتكلم عليه كابتن شريف وعادل الانذار المبكر 4 مع الاسماعيلي شاف المباراه ما شافهاش هيقلق اي فريق ايمن بيلعب النادي الاهلي هو عنده 60% مش عايز اخسر 60% مش عايز اخسر ولو حصل وكسبت دي حاجه من عند ربنا يوم مشهود بالنسبه قبل الاستوديو قلنا كده قال لك انا مش عايز اخسر بالظبط عشان كده كل 90% من الفرق بتقابلها هتبقى ده المبدا بتاعها ان انا اولا مش عايز اخسر حصل مفاجاه وكسبت يبقى ده هتكتب لك في التاريخ كمدرب وكلاعب دي عليها اللي انا قلت لك عليها المجازفه الهجوميه ان هو لو شافك في الاخر ان انت مديله الفرصه ان هو يخش عندك في ال 18 وحاسس انه يقدر يروح عندك وكلام بتبقى هو النهارده بتبقى ضربتها غاليه جدا وده اللي حصل النهارده في حاجه انت طلعت منها المباراه بسرعه كده عشان اتكلم عاد في حاجه انت النهارده هي تخليك متشبث بالطريقه دي ايجابيات المباراه دي احسن دي اكتر ايجابيه عجبتني انا اللي هي يا كابتن مفيش اي خطوره في الاسماعيلي انت قافل كل الخطوط الاسماعيلي خطوطك قريبه جدا جدا متقاربه جدا تمام جدا وده مساعدك في كل حاجه طول ما خطوطك قريبه طول ما انت مستحوذ احنا قلنا عليه طول ما انت مجهودك بيقل انت ما بتبذلش مجهود كتير مش محتاج تجري خالص الكره في رجلك المسافات قريبه شايفين بعض كويس قوي والميزه الاكتر النهارده انك بتتباص دايما وفي حركه من غير كوره مظبوط عايز اقول لك كابتن علاء كمان الحته بتاعت الموسيماني النهارده طريقه اللعب موسيماني عاملها على نفسه النهارده ليه لان الاسماعيلي مدرب جديد لعيبه جديده بالظبط سنه جديده بعديها فتره اعداد هو عمل طريقه اللعب دي على لعيبته هو افتكر بقى النقطه اللي يمكن انا قلت ممكن يحط اكرم وكابتن علاء قال احط عمار هو كمان عمار زي ما قال الكابتن علاء ممكن يعمل الطرف اليمين وممكن يغير مكان قفشه بمعنى يعني انت قفشه ينزل هو يبقى مكانه هو يروح يعني انت رجعت في موضوع اكرم مش رجعت في موضوع اكرم انا انت قلت لي ايه الحلول الثانيه بعد عمار في اكرم وفي وممكن يلعب قفشه وينزل عبد القادر يعني انت بقيت عندك قوه من مجموعه لاعبين كتير بيادوا انت ممكن يبقى عندك عدد لكن ما بيادوش لكن انت دلوقتي بقى عندك عدد كويس لعيبه بتادي كويس صراع جميل للمدرب او يعني احنا بنتصارع على المكان احنا كل واحد عايز يلعب
انا عايز العب، انا الكابتن علي عايز يلعب، الكابتن شريف عايز يلعب، الكابتن بلال عايز يلعب، انت فاهم؟ فاحنا بن ايه بنحاول ان احنا نعمل اداء مميز لانك هتلعب كاس عالم زي ما الكابتن شريف قال، قال كاس عالم وقال وافريقيا، وانت اصلا ما بتستحملش تتعادل. علشان كده حتى الكابتن سامي لما اتكلم وبيقول ان يدوا فرصه للناس، لا احنا اللي بنعمل في جمهورنا كده. أيوة. جمهورنا يستاهل ان هو يكسب على طول، لانك أيوة. انت اخدته على كده. ما ينفعش النادي الاهلي طول الوقت لازم اللي بيشتغل فيه او اي حد بينتمي للكيان ده، احنا وان واي طريق. أيوة. واحد. أيوة. احنا طول عمرنا مكسب 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 بس، لانك انت الافضل. صحيح. والاحسن والمنتظم. واداريا افضل وتكتيكيا افضل ولاعيبه بتاعتك بتبقى افضل، عشان كده انت نتائجك الاعلى في مصر، وانت الليدر في كل حاجه، انت اللي سباق في كل حاجه، انت اللي بتعرف تجيب لعيبه. أيوة. بتجيب لعيبه، يعني عايز اقول لك لعيبتك في انديه في الانديه كلها. انت يا كابتن ايمن لو قعدت تتفرج في الدوري الممتاز هتلاقي اكتر من خمس ست لعيبه في كل فرقه اصلا من النادي الاهلي، ومتواجدين من قطاع النادي الاهلي او متواجدين عدوا على النادي الاهلي، فدي قوتك يعني. احنا كنا محتاجين. صحيح. اليوم ده النهارده محتاج طبعا تبدا كويس. كنت النهارده محتاج يوم زي ده صراحة. البدايه حلوه. كابتن بلال يمكن اتكلمنا في البدايه خالص عن دور علي معلول واكرم توفيق النهارده، والاثنين اجادوا ونجحوا في مش تقديم نفسهم، في اداء الدور بكفاءه عاليه جدا النهارده. شوف علي معلول من اللعيبه اللي بتجيد في 3 4 3. هو من الاساس لعيب يعني عنده قدرات وامكانيات هجوميه كبيره جدا جدا جدا. فالنهارده بتلعب ب 3 4 3 يعني، او بتتحول ل 3 4 3 في الناحيه الهجوميه. تساعد علي معلول جدا ان يكون في وقت من الاوقات هو الوينج بتاعك اللي بيشتغل. خاصه ان ميكسوني من اللعيبه اللي ما بتحبش تلعب طرف ملعب كتير يا كابتن عادل، يعني دايما بيحب دايما يبقى في قلب الملعب، عاوز يبقى يقوم بدور البلاي ميكر ده من اول. وممكن وممكن يكون خد بالك ممكن يكون بسبب ده موسيماني فكر انه مجدي قفشه يبقى ناحيه اليمين عشان عنده البديل بتاعه، فيمكن يبقى مجدي قفشه وهو القريب من ال 18 او قريب من بيرسيتاو، وميكسوني هو اللي بيقوم بحته دور صانع الالعاب، وعملها كويس كتير، عملها بشكل كويس النهارده وظهر فيها بشكل جيد. اكرم توفيق من اللعيبه اللي بتجيد في الحتتين، يعني الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، وان كانت الناحيه الدفاعيه عنده اكبر بكتير جدا، لكنه برضه بيحاول يساعد في الحته الهجوميه. في كام مره طلع وعمل كام كروس بشكل جيد. هو معانا علي معلول وارقامه يا كابتن. تمريرات صحيحه 50 من 65، مراوغات صحيحه 1 من 1، عرضيات 2 من 3. عمل عرضتين يعني اللي وصل منهم للعيبه 2. 97 دقيقه جاب هدف من ركله جزاء، صناعه فرص 1، تصويب على المرمى 1. علي معلول امكانيات جيده، لعيب يعني لعيب منتخب يعني، عارف لعيب يصنع يعني الفارق. طبعا لعيب كبير جدا، امكانياته جيده جدا. عنده سرعه، عنده مهاره، بيعمل كروس كويس قوي. المباراه اللي فاتت يعني شفنا عمل واحده كده من نص ملعب اللي راحت وتسجل منها هدف. يعني عنده قدره، اللي كهربا تقريبا عملها بالعرض جاب منها مجدي قفشه جول. لعيب عنده قدرات وامكانيات جيده، يعني لعيب مهم جدا، مهم تواجده في الملعب لانه من اللعيبه اللي بتصنع الفارق في اوقات كتيره جدا. يعني لعيب بيقدر يبقى حل من ضمن الحلول. صح. يعني انت مدير فني بتدور على حلول، بتدور على مثلا حد بيعرف يصوب، حد بيعرف يعمل كروس، حد بيعرف يخترق. ده احد الحلول الجيده بالنسبه للنادي الاهلي في اوقات كتيره جدا جدا جدا. حتى وان في بعض الاوقات قل مجهوده البدني، فبرضه بيزال بفكره بامكانياته بقدراته حل مهم جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. واكرم توفيق كذلك كابتن شريف برضه من نجوم المباراه النهارده. راجل كل يعني كل المباراه كل اللي عنده بيديه. ما بيبخلش عليك باي حاجه. كل المجهود اللي عنده بيطلعه. بيحاول يبقى ارقامه معانا على الشاشه. هو برضه لعب 94 دقيقه، لعب 33 من 44 باس تمرير يعني، و انا مش شايف دخل جوه قطع التمرير، قطع التمرير انترسبشن وخد 3 من 9 قطع تاكل. وفي العالي واحد لواحد، وفي الالتحامات الهوائيه خد 1 من 1 ف يعني برضه ارقام هو ستاندر، لعيب ستاندر كل مباراه الحقيقه. بيبقى بنفس الشكل، بنفس المجهود، بنفس ما يطلب منه. أي. ما بيبخلش عليك باي حاجه. عشان كده هو ستاندنج، هو خلاص فرض على الجهاز الفني انه
بقيت حاسس ان الناحيه اليمين فيها حد يقدر يدافع ويقدر يهاجم ويقدر يسلمك، فرد نفسه في مركز زي الايمن، يقدر يسلمك كره سليمه كمان. وهو بيعمل عمليه الزياده العدديه زي ما معلول بيطلع من ناحيه نص الملعب، هو بيبقى له وجود في نص الملعب من ناحيه ثانيه، ولو دخلت الفرصه ليه وقدر يكمل ناحيه ثانيه بيعمل عرضيات وبتبقى مثمره احيانا. مظبوط، احنا اتكلمنا في التغييرات كابتن علاء وقلنا التغييرات منطقيه وفي اوقاتها وبعض التغييرات زي احمد عبد القادر يعني اثبتت كفاءه عاليه وتمكن من احراز الهدف الرابع. لو اتكلمنا على رجل مباراه اليوم، المشكله النهارده في اكتر من واحد، كتير بس يعني احنا عايزين واحد كلهم رجاله الحقيقه. فعلا، وفي ناس انت عايز تقول عليه رجل مباراه يعني بيستحق، بس واحد. انت تقدر تقول على حد اثبت مثلا كفاءه النهارده وكان في ناس عماله تتكلم عليه؟ كنت اقول يعني ليه، بص هو اول ظهور النهارده ليه ممكن تبقى هو رجل مباراه بيرسي تاو، هو النهارده تقول عليه رجل مباراه اول ظهوره بالشكل ده وهدفين والناس كلها كانت بتتكلم، اعتقد ان هو يستحق النهارده المباراه. كابتن شريف، انا نفسي زي ما قال علاء، بصراحه الراجل احنا كلنا كنا مشتاقين سامعين عنه وعايزين نشوفه النهارده، فادانا النهارده شكل جميل جدا بهدفين، وكان يقدر يعمل يصنع كمان حتى الكره اللي جت ضربه جزاء دي كان ممكن هيلف بيها ويحطها يجيبها جول. عنده حريه حركه في ال 18، عنده استلام مريح حتى وانا بتفرج عليه، يعني بحس دايما ان هو خطر في كل كوره بيستلمها، شايف اللعيبه اللي جنبه كويس، عنده الاسيست، عنده بهدفين النهارده ما شاء الله. احنا كنا كمان واحنا بنتفرج حابين ان الكره توصل له. انا قاعد اتفرج على محمد عباس، فاكر محمد عباس زمان؟ هو شكله شويه بس هو مهاري، ده اشول وجسمه وسريع وعنده حركه اخف في وسط. مكسيوني النهارده برده كان الحقيقه بشكل كمل الصوره كمان، وبيرسي تاو اسمر والاثنين فالنهارده مستر موسيماني كان عنده تحدي وكسب التحدي. صحيح. كابتن عادل، رجل مباراه اليوم. انا يمكن تاو برده بيرسي تاو عندي ان هو رجل المباراه، ولكن خلي بالك حمدي فتحي من الناس اللي بيتظلموا دايما من طريقه لعبهم، بمعنى هو لعيب تكتيكي حمدي فتحي، يمكن ما يملكش يعني. يا كابتن هو السؤال بس مين رجل المباراه؟ انت ما احنا رحت لحمدي خلاص، بس لازم حمدي فتحي ياخد حقه تماما، لانه حمدي فتحي الجندي المجهول بتاع الفرقه. ليه؟ احنا دايما حتى المحللين والناس الجمهور بيحبوا اللي بيجيب جون وبيحبوا اللي يرقص وبيحبوا اللي بيعمل كده، لكن انت كمتخصص بتشوف واحد مين رجل المباراه بيعمل تاو خلاص. كابتن احمد بلال، رجل المباراة اليوم. انت بتزعل مني بعد كده في الاخر؟ لا لا لا، كابتن عادل حبيبي. لا هقول لك حاجه بس، والله بسرعه بس، طبعا هو عادل بيتكلم على لعيب مش واخد حقه، مش حكايه مش واخد حقه، دي حقيقه انت مش واخد حقه ازاي يا كابتن؟ لا هقول لك حاجه، ده لعيب يعني واخد حقه، لعيب بيلعب اساسي في النادي الاهلي، انا بتكلم عليه لعيب اساسي في النادي الاهلي، مش واخد حقه ازاي؟ اتفضل. اكتر حق بياخده حمدي فتحي ان ما يقدرش يلوم الفريق، ان هو بيشارك. صح، استحاله تستغنى عنه، ده اكبر تقدير ليه، حتى لو زي ما انت، انا بتفق معاك عادي ان هو دايما ما بياخدش اللقطه، ما بياخدش النظر طبعا. لكن صعب تحس بمدى احتياجك لحمدي فتحي لو مش موجود في الملعب، ودي قمه التقدير ليه هو اللي هو لك لعيب، لكن هو بحكم مكانه، مش عارف كان بلال بيتكلم مين، بحكم مكانه ما يظهرش كتير. أيوة. دايما اللي ياخد اللقطه راس الحربه، انا عارف اللي بيجيب جول، علشان كده انا حبيت ان انا باين دوره. لا ده حقيقه، لا هو لعيب كويس. المهم بقى مين راجل المباراه؟ مين راجل المباراه؟ يلا يا بلال، يلا يا بلال، انا هشوف واحد تاني وبعدين اخش على الجمهور. ايوه، خش على واحد، صيط واحد وادي الواحد. لا لا، بس استكمال لكمال كابتن، عشان ما حدش يقول انا بس بقى نقعد نلعب. لا ده هزار طبعا. طبعا يعني اكتر واحد ينجح 3-4-3 طبعا هو حمدي اكتر واحد، لانه كده انا بقول عليه كده، دور اللعيب نص ملعب وفي نفس الوقت دور السنتر باك. هرجع بقى للاساس حبيبي يا بلال. يعني انت كابتن عادل معدينا بمراحل. يعني انت بيرسي تاو. انا قلت لك من قبل كده، بس يعني احنا كلنا. وانت بقى كابتن ايمن بيرسي تاو الخمسة؟ أول مرة بصراحة بيرسي تاو أول مرة نتفق. يبقى كلنا متفقين على إن رجل مباراة اليوم هو النجم. إن شاء الله إن شاء الله الاستمرارية إن شاء الله مطلوبة، زي ما قالوا الكباتن النهاردة بداية، ولكن الاستمرارية مطلوبة لأن أنت بتلعب في النادي الأهلي، وطالما بتلعب في النادي الأهلي تبقى نجم من النجوم، لأن كل لعيبة النادي الأهلي نجوم. نتمنى الاستمرارية، ونتمنى إن شاء الله إن اللي إحنا شفناه النهاردة ما نقلش عنه بإذن الله المباريات القادمة. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، أرجوكم انتظرونا.